يحتفل به كل مناضل ومدافع عن حق أو أرض مغتصبة، يوم تحاول إسرائيل نكرانه عبر قلب الحقائق. الفضائية السورية مشاهدين خصت بثها منذ الصباح لعيد المقاومة والتحرير لما له من قيمة تخص الشعب السوري كما الشعوب المقاومة كلها. لهذه الذكرى اليوم خصوصية لما تمر به سوريا والمنطقة من محاولة استعمار جديدة وبأدوات جديدة، أدوات هي الفكر التكفيري الزاحف والمدعوم أمريكيا وإسرائيليا، كما قال السيد حسن نصر الله الذي توج بكلمته الاحتفال بذكرى هذا اليوم وأجاب من خلالها على الأسئلة الكبرى، معلنا مرحلة جديدة في استراتيجية المقاومة. ذكرى عيد المقاومة، كلمة الأمين العام لحزب الله، تطورات المشهد السوري والمنطقة هي مواضيع حوارنا لهذا اليوم مع ضيفنا رئيس شبكة توب نيوز الإعلامية الأستاذ ناصر قنديل. مرحبا أستاذ ناصر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. جاي من كل عام وأنتم بخير. اليوم أنت لعنا فوق. نعم من مشغرة اليوم. أهلا وسهلا. هذا يوم عيد لكل عربي حر وشريف ولكل مناضل أممي في وجه الهيمنة الإمبريالية والصهيونية. أهلا وسهلا فيك أستاذ ناصر. أستاذ ناصر، يعني مثل ما قلنا بالمقدمة، هذا اليوم عيد المقاومة بكل قيمته وبكل رمزيته وبخصوصية المقاومة تحديدا في هذه المرحلة عند الشعب السوري، اليوم توجت بكلمة السيد حسن نصر الله أمين العام لحزب الله. من خلال هذه الكلمة، يعني مواضيع التي طرحها برأيك ما المميز فيها؟ ما الذي لفت نظرك يعني بكل الأفكار التي طرحها اليوم من خلال الكلمة؟ يعني من يتابع الخطب التي يلقيها سماحة السيد في يوم عيد المقاومة والتحرير ينتبه في الحقيقة إلى أنه في كل أيام إطلالاته هو أمين عام حزب الله، إلا في يوم عيد المقاومة والتحرير وفي يوم عيد النصر في تتويج احتفالات حرب تموز هو قائد المقاومة، وهو القائد العربي للمقاومة، وهو القائد المتحرر من حزبيته لحساب مفهوم أولوية الصراع مع المشروع الصهيوني في المنطقة واغتصابه لفلسطين. وفي خطبه دائما منذ العام 2000 دأب سماحة السيد في عيد المقاومة والتحرير أن ينأى بخطابه عن أي قضايا لا صلة لها بالصراع مع إسرائيل. حتى الشأن اللبناني في غالب الأحيان كان يمر عليه في مدخل الكلام، لكن متن الخطاب، فصل الخطاب مخصص لترفع معين يحرص عليه سماحة السيد أن هذا العيد هو عيد كل من يحتفل بالعداء لإسرائيل، كل من يرى نفسه شريكا في المواجهة مع إسرائيل، فإذا كان بيننا وبينه نوع من خلاف فله مكان آخر للنقاش. أن يخصص هذا الخطاب في هذا العيد لطرح مسألة التكفيريين في المنطقة ودورهم من بوابة الحدث السوري ويعتبره محور خطابه، لأنه أنا أعتقد من يقرأ الخطاب من ألفه إلى يائه صحيح هو تناول مجموعة من المفاصل، لكن هي مفاصل متسلسلة للوصول إلى خلاصة، مقدمات ونتائج، استعدادات إسرائيل، جهوزية إسرائيل بالمقابل عدم جهوزية بنان الحاكم في لبنان بصورة خاصة، ما يدبر ويعد لنا عن طريق هذا الدور للتكفيريين بالرعاية الأمريكية والإمداد الإسرائيلي هي معركتنا ونحن لها. فإذا نحن نسجل أولا أن سماحة السيد لم يخرج عن دأبه في مثل هذا اليوم من أن تكون قضية خطابه في عيد المقاومة والتحرير هي خوض المعركة الفكرية والسياسية والإعلامية والميدانية في مواجهة التحدي الذي تطرحه إسرائيل. أن يخصص هذا الخطاب للمواجهة مع المشروع التكفيري في المنطقة يعني لم يعد ثمة هامش فاصل بين هذا المشروع والمشروع الإسرائيلي. وسمحت السيد بهذا الموضوع مانو من النوع اللي من أجل تبرير معركة هامشية بعدل بسلم أولوياته القيمي والمبدئي، هو يعرفه الجميع أنه مخلص وصادق ووفي وأخلاقي في تعامله مع سلم قيمه. فلو لم يكن لديه يقين مطلق، وقديش أخذ وقت من بداية أحداث العراق وهو يحذر من التقتيليين والتكفيريين ويدعو إلى وحدة الأمة في مواجهتهم ويستنهض الهمم والقامات الفكرية والدينية والعلمائية للاجتماع في مواجهة الفتنة، لكن لم يصل إلى تصنيف المشروع التكفيري أنه أداة تنفيذ المشروع الصهيوني بحلته الجديدة إلا في هذا الخطاب. فإذا بلغ ما لديه من وقائع ومن حجج ومن معلومات
ومن معطيات، ونحن بنعرف سماحة السيد كيف بياخد تقييمه، نحن بنحلل، لكن هو من النوع اللي فيه مسائل من باب البعد الشرعي يعني، وإيمانه بالحساب والمساءلة أمام الله، وأنه بالآخر هو مؤتمن على دماء، لا يمكن أن يسمح لنفسه بأن يطلق هذا الحكم إلا وقد تيقن بالوقائع وليس بالاستنتاج، من أن العلاقة العضوية القائمة بين مجموعات القاعدة وبين إسرائيل ومخابراتها هي أبعد بكثير من أن تكون تلاقي مصالح أو قتال من مواقع مختلفة تلتقي في الميدان، لا، هي مشروع واحد بعنوانين مختلفين. هذه النقطة الأولى في الحقيقة أنا برأيي غير مسبوقة، للمرة الأولى يصل سماحة السيد إلى هذا الحسم القاطع الذي لا يقبل نقاش، حتى نبرة صوته حتى ملامح وجهه يتحدث ويقول بكل وضوح العبارة عن الشهداء، عن أهل الشهداء اللي عم يشقطوا في مقاتلة التكفيريين، أنهم شهداء في مواجهة المشروع الصهيوني، وأن المقاومة تفخر بهم، وأن أهلهم يفخرون بهم، وأنهم يقبلون على هذه الشهادة بمثل ما كانوا يقبلون عليها في مواجهة الوجه المباشر للحضور الصهيوني، لأنهما غير مختلفين. النقطة الثانية في الحقيقة يعني في كمية شجاعة أدبية مرعبة يعني بخطاب سماحة السيد اليوم، لأنه مهما امتلك الواحد من اليقين اللي هو ممتلكه من هالالتصاق بين المشروع الصهيوني والمشروع التكفيري، ومهما امتلك من يقين بصدقية موقع سوريا في خيار المقاومة وبما تمثل من حاضنة ومن قلعة ومن رصيد ومن سند ومن ظهر، يبقى ثمة حرج يشعر به أي فريق لبناني يملك ما يملكه سماحة السيد بين يديه من قدرات بشرية ميدانية، من مكانة معنوية وأخلاقية في العالم العربي، بضل في حرج أن يقف ويقول من خارج سوريا أحد أننا نحن جزء من هذه المعركة. صحيح. لقد أخذنا خيارنا، وهو كان الحقيقة أنا يعني لأنصف، أنا مثلا من بداية الأزمة معلن انحيازي، لأنه عندي فهمي وانخراطي وحساباتي في قراءة طبيعة المعركة. سماحة السيد اللي هو توأم سوريا في المعركة مع المشروع الصهيوني، ونعرف جميعا حجم العلاقة الخاصة التي تربطه بالرئيس بشار الأسد، كان في خطابه دائما يحرص في القسم الأول من الأزمة يعني أول 6 أشهر، وأنا بعرف أنه قبل 6 أشهر هول كان يحرص على أن يلعب دور الوسيط، وأنا أعرف أكثر من هيك أنه في مسائل هو استخدم مكانته المعنوية عند سيادة الرئيس دكتور بشار الأسد للقبول والموافقة على طلبات كان يحذره الرئيس بشار الأسد من أنها لن تحل المشكل، وأنها نوع من إضاعة الوقت والجهد، وكان هو يصر الحديث عن المبادرات الوسطى، نعم المبادرة مع الأخوان المسلمين، الاجتماعات اللي صارت بتركيا، الاجتماعات اللي صارت بمصر، حتى بعض الاجتماعات التي يعني شغل خالد مشعل في ترتيبها وتحضيرها، المراسلات المتبادلة مع برهان غليون، مع مجموعات العلمانيين المقيمين في أوروبا تحت العلمانيين ومع القاعدة يعني، فهذه شغلة عظيمة من إنجازات هذا العقل الجهنمي، لكن عم بحكي كيف كانوا يقدموا حالهم في بداية الأزمة. أنا أستطيع أن أقول أنه سماحة السيد صرف مش أقل من 1000 ساعة من ساعات العمل المضني فكريا وسياسيا وصياغة الأوراق وتعديل الأوراق في محاولة مش إبراء ضمير في الحقيقة، هو اليوم ضميره مرتاح، بس هو وقتها كان مقتنع بنسبة كبيرة أنه يمكن أن يفعل شيئا، وأن الأزمة في قسمها الأول هي بنسبة كبيرة أزمة سورية يسعى الغرب والخارج لاستغلالها. نعم. وبالتالي فلنذهب إلى آخر مدى ممكن في أن نبذل كل جهد ممكن، كل نقطة عرق، كل كلمة تراحم لرأب الصدع، لإيجاد آلية حوار. كيف رضيت هاي القوى إن كان العلمانية ولا الإسلامية بأن تتعامل مع سماحة السيد وحزب الله بما يمثله حزب الله؟ يعني اليوم يتهمونه باتهامات طائفية مذهبية، اتهامات حتى بأنه وجوده غلط. كيف الحقيقة نعم هذه القوى، هاي القوى في الحقيقة هي لا تفهم سماحة السيد ولا فهمان الرئيس بشار الأسد. يعني هم توقعوا أن السيد سيصطدم مع الرئيس الأسد في طلبات معينة أخذ على عاتقه بأن يأتي بالموافقة عليها، وبالتالي رح يحدث ارتباك في جبهة
المواجهة، اللي بيعرفوا حجم إمكاناته وقدراته، وأنه راح يمارسوا نوع من الابتزاز الأخلاقي على سماحة السيد. نعم. بأنه أنت ما قدرت، هذا النظام ما بده يعمل حوار، هذا النظام ما بده يعمل إصلاح، هذا النظام ما بده يحل مشكلة، هذا النظام ما بده، فإذا أنت مجبر إحراجه من النظام. تماما، فإذا أنت مجبر أدبيا بأن تعلن موقف، بأن تنحاز. نعم. ومعروف أن قديش علاقة الأخلاقيات بعقل سماحة السيد. نعم. تفاجأوا بأنه سماحة السيد ما وعد به وتعهد به جاء بأكثر منه، وهو لهالسبب إذا بتلاحظي دائما بخطاباته بيعتبر حاله أنه معني بأن يشهد للرئيس الأسد، لأنه في جزء كبير من الأشياء هو كان يقول أنه أنا ما كنت متوقع أنه الرئيس الأسد يلبيني فيها هالقد، فكان يوصل مع الرئيس الأسد إذا يا سماحة السيد هي بتحلها أكثر منها، شو في بعد أكثر منها أنا حاضر. فوصل هو إلى يقين أنه مش بس بجهد الرئيس الأسد بالسلطة، مش بس بحرصه على حل سياسي وفكفكة الألغام، بأنه الرئيس الأسد يقينا عنده إيمان بأن هناك مشروع استهدافي استعماري إسرائيلي يريد لسوريا الخراب لتغيير معالم الجغرافيا السياسية في المنطقة، وهو والمقاومة في مركب واحد في مواجهته، وأنه إذا أمكن تحييد جزء من هذه الواجهات الإعلامية والسياسية والحزبية التي يستعملها الغرب من خلال مهابة مكانة سماحة السيد كقائد للمقاومة أو العهود التي قطعوها له تحرجهم، فلما لا؟ فلذلك في كثير من المبادرات الحقيقة اللي أخذها سيادة الرئيس كانت حجة السيد حسن على هؤلاء. لو وصل لقناعة بمرحلة تالية إذا منراقب أنه هو في السنة الأولى كلها كان عنوان خطابه الدعوة للمصالحة، الدعوة للحوار. صحيح. ليس محبا لسوريا من يحرض على القتال كذا، وأنا اللي أنا محسوب عليه أو هو محسوب علي فريقي في سوريا أو اللي أنا فريقه، يا عمي أنا أؤكد لكم أنه حاضر، أنه جاهز، أنه مستعد، أنتوا اللي عم تجوا تحكوا فريقكم منه جاهز، منه حاضر، منه مستعد. انتهت هاي المرحلة. دخل المشروع التكفيري. هون منلاحظ مرحلة تانية بخطاب سماحة السيد وبأدائه السياسي، اللي هي أنه هذا المشروع يريد أن يستغل الأزمة في سوريا، وأن هناك من يحرضه ليأتي الغرب، ويريدون لكم أن تقاتلوا فتقتلوا لتقتلوا في نهاية المطاف. صحيح. وبالتالي أنه عم ينصحن أنه أنتم في مؤامرة عليكم، أنتم عم يرموكم لهون لأنه بدهم يخلصوا منكم من السعودية ومن اليمن ومن من بلاد الخليج ومن باكستان ومن أوروبا، ويجمعوكم بمحرقة حتى تكون هي أتون نهايتكم. بذات الوقت أنهم ليسوا هم القابضون على لعبة القرار الميداني، أنهم محاولة استغلال واستثمار. وأن خطرا ما يلحق ببعض القرى اللبنانية المتاخمة للحدود اللي موجودة داخل الأراضي السورية واللي الدولة مش سائلة عنها، واللي إلى دين تاريخي على المقاومة كخزان بشري قدمت وقاتلت وسقط من أسرها شهداء، فلا يستطيع أن يبخل عليها بالحماية بالحد الأدنى بعد ما أخلى الجيش العربي السوري منطقة القصير وتوابعها. كان هاي ملامح المرحلة الثانية. نحن الآن نشهد مرحلة ثالثة مختلفة كليا. وأنا بعتقد أنه ارتعدت اليوم فرائس كثيرين كثيرين كثيرين، الإسرائيلي، الأمريكي، الغربي، الأوروبي، التركي، القطري، السعودي، القاعدي. بعتقد في كتار ما كانوا حاسبين أنه سيصل إلى هذا المستوى في الشجاعة الأدبية في إعلان هذه الجملة الخطيرة اللي قالها، أنه من جهتك اختر ما شئت وحيث تشاء، أما حزب الله فلا يمكن أن يكون في جبهة فيها إسرائيل وفيها هؤلاء الذين ينبشون القبور ويأكلون القلوب، نحن منحازون إلى حيث الدولة تقف مع المقاومة وتمد يدها للحوار. فإذا نحن لقد اخترنا جبهتنا، نعرف كلفة هذا الخيار، مستعدون لدفع هذه الكلفة، لسنا بالقوم الذين يخافون ويهابون دفع كلفة خياراتهم، وكما وعدتكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر مجددا. نحن إذن قدام معادلة أنه هاي إسرائيل اللي طلعناها من الباب رجعت لنا من الشباك، وأنه هي وأمريكا متوهمين أو حاسبين أنه إذا كانت مشكلتنا، لأنه في قراءة الحقيقة سماحة السيد اللي ما بيعرفوه هو من النوع الذي يمضي ساعات في قراءة
آخر مخرجات مراكز الدراسات الأمريكية والإسرائيلية، ويتمعن بها ويضع منها خلاصات ويناقشها مع من يعتقد بأنهم أهل رأي يتابعون مثله ويمكن أن يطور معهم بعض الأفكار والخلاصات داخل الحزب وخارجه. فواحدة من الدراسات اللي أعقبت حرب تموز تقول بأن مصدر الخلل في الحراك الأمريكي والإسرائيلي العسكري لا يعود إلى كل ما دار الحديث عنه، أي خلل تقني، أنه التموين ما وصل بوقته، أنه أسلحة البر والبحر ما كانت عم تنسق، أنه انتركت الناس وراء الخطوط وما انعطت الإمكانات اللازمة. كلمة موشي أرينز اللي قيلت في مؤتمر هرتزليا بنيسان 2007 في تقييم حرب تموز وما قبلها حرب العراق وحرب أفغانستان الأمريكيتين عند سماحة السيد تختصر مفهوما لدى الغرب، فتح عنده نافذة على استقراء ماذا يمكن أن يفعلوا، اللي هي بتقول أنه لقد بتنا في الغرب وفي إسرائيل دولة ومجتمعا نريد نصرا بلا دماء. إن مشكلتنا أننا لم نعد الغرب الذي قاتل في الحرب العالمية الثانية ولا إسرائيل التي قاتلت في العام 48، بينما على الضفة الأخرى نقاتل رجالا لا يبخلون بالدماء ويمتلكون كل مهارات القتال. إجا للإسرائيلي وقائع ومعطيات بتقول أنه هاي مش قصة حزب الله لحاله، هذا الرئيس بشار الأسد صار له 15 سنة عم بحضر جيشه لحرب، أين منها حرب 73، لامتلاك المهارات وإعادة التشكيل وإعادة التقييم وإعادة البناء. هلأ بنحكي عنها لحال حتى ما نستهلكها بسياق الحديث عن خطاب سماحة السيد. فإذا ماذا سيفعل الإسرائيلي والأمريكي؟ هون كانت خشية سماحة السيد دائما أنهم سيشترون من يبذل عنهم الدماء. بالضبط. طيب مين؟ ليقاتلوا ناس هالقد بيعشقوا الشهادة، ليقاتلوا ناس هالقد قادرين يكونوا أسخياء في بذل الدم، يجب أن يأتوا من صنفهم. فلذلك كان دائما هو عنده حساب أننا قد نواجه في لحظة اشتباك مباشر مع هذا الجسم التكفيري الذي يراد له أن يلعب الدور الإسرائيلي بالواسطة. طيب أستاذ نصر، من أمتى، من أي سنة هذا الكلام انت؟ هذا من 2007. طيب من 2007، ورح أرجع لكلام سماحة السيد عندما قال أنه العدو عمليا أنه العدو أحسن صنيعا من حيث إدارة الجبهة، كان الجبهة الداخلية أو الجبهة القتالية. فإذا نحن مدركين من 2007 بأنه ممكن أن يشتري الغرب من يقاتلنا، بالمقابل هو قال بأنه هم أحسنوا صنيعا وجهزوا جبهاتهم، أما نحن كمقاومة لم نفعل شيئا. لا، في الحقيقة خلينا يعني هون أنا أيوة تماما، يعني أنه ممكن هون شوي كمان علينا يجي الموضوع نحن ما جهزنا شيء. لا، خلينا نقول عن شو عم يحكي بأنه أحسنوا صنيعا. نعم. ومين عم ينتقد بالمقابل؟ تفضل. هو ما عم ينتقد المقاومة، ما عم يقول المقاومة مقصرة. هو كان الأصل عن الحكومة اللبنانية تماما، والأحزاب السياسية اللبنانية عم بيقول انه اذا انت نمت فعدوك ما نايم لك. بالضبط. وبالتالي عدوك عم بحضر، عدوك ما عنده قدره يعمل حرب الان لانه يخشانا نحن. لانه انتم ما مستعدين له، نحن الوحيدين المستعدين له. صحيح. انتم ما جهزتوا له، نحن الوحيدين اللي مجهزين له. انتم منعتوا الجيش ان يكون عنده سلاح نوعي لانه بدكم موافقه الغرب على هذا السلاح، وليكوا الغرب شو عمل. صحيح. لما سوريا بدها تجيب سلاح روسي دفاعي ضد الغارات الجوية. صحيح. وبالتالي لا تراهنوا على بناء جيش قوي قادر على مواجهة إسرائيل بغطاء غربي. ولا تراهنوا أنه بيتسلح جيشكم إلا إذا كان مثل الجيوش العربية اللي بتضمن أمريكا وإسرائيل بأنها تقاتل مع إسرائيل مش ضدها. أما نحن أي المقاومة فنحن الحصرمة الوحيدة في عين هذا العدو. فإذا هو لما كان عم بيقول أنه أحسن صنعا في تحويل ما سماه هو تحدي الصحوة العربية. نعم. نهضة شعوبنا العربية إلى فرصة. نعم. بالرهان على خلق مناخ من الحكومات المتعاونة والمتوالفة مع إسرائيل تحت شعار حماية سلطاتها وأنظمتها وتجنيبها أي اشتباكات أو تصادمات أو اهتزازات. وماذا أعددتم أنتم؟ مش عم بيقول، هو لما بيقول نحن باللغة الجمع المجازي عم يقصد الأمة العربية. نعم. الشعوب العربية. الحكومات العربية، لكن في الحقيقة إذا في حدا أعد فهي سوريا والمقاومة. نعم. وبالتالي هذا الإعداد هو الذي يجعل إسرائيل مش بس عم تفكر بخطط ومؤامرات، وإلا لو ما في هذه المقاومة ولو ما في هذه القدرة السورية لشو المؤامرة؟ ما إسرائيل كل عمرها يعني بتروح على الحرب فوراً.
فبالتالي كانت بالنسبة لها الحرب هي الطريق الأقصر، وما في لزوم لكل اللي شاهدناه في سوريا، لا بحاجة ليجيبوا هم القاعدة على كتافهم، ولا ليفوتوا التركي بمشروع عثمانية جديدة. كل هذا شاهدناه لأن الحرب وصلت إلى لحظة بانت مستحيلة. تفادي خطر الحرب المستحيلة جيء بهذا المشروع البديل. طيب، فإذا من حيث اللوم والقراءة، لا، أنا أعتقد أن قراءة سماحة السيد تنسجم مع نفسها لجهة القول أن الإسرائيلي أحسن صنعا في تلافي نقاط ضعفه، نعم، في فهم مأزقه، مش أسباب قوته، نعم، في مأزقه الذي صنعناه نحن، نقاط ضعفه التي نعرفها نحن. لكن أنتم يا حكومات العرب، يا شعوب العرب، يا حكومة لبنان، يا رئيس جمهورية لبنان، يا رئيس حكومة لبنان، يا أحزاب لبنان، وين غفلانين ومنكن شايفين أنه هذا العدو عم بيحضر؟ ليوصل إلى النقطة الثانية، أنه هذا العدو اللي عم بيحضره مش لحزب الله، أنه هو التكفيريين مش خطر على حزب الله لحاله. يا عمي، هو التكفيريين بباكستان وبالصومال وبالعراق قتلوا من السنة أكثر ما قتلوا من الشيعة. صحيح. صحيح. وهلأ بسوريا، يعني الدكتور البوطي وين من صنفه؟ يعني حتى بالمفهوم المذهبي أنا بعرف بالنقاشات أنه الدكتور البوطي في كثير من النقاط هو يعبر عن مناخ متمسك برؤية في فهم الإسلام لا تلتقي في كثير من النقاط المذهبية مع المفهوم الشيعي. صحيح. لكن في الوطنية والقومية والعروبة، حماس وين؟ حماس بنت الإخوان المسلمين. شو اللي جمعها مع السيد حسن؟ شو اللي جمعها مع سوريا؟ أنها قررت في يوم من الأيام أن تكون في خندق المقاومة. ولما غادرت سوريا تبين أنها ما غادرت بالجغرافيا، غادرت بالخيار. وبالتالي راحت على المحل الثاني اللي فيه خيار ثاني مش جغرافيا ثانية. فبالتالي الاشتباك على مساحة الساحة ما له علاقة بالهوية المذهبية وحتى بالهوية الحزبية، له علاقة بساحة الإسلام يجب إخلاؤها لأصحاب فتاوى التطبيع مع إسرائيل من نمط القرضاوي. فكل من ليس جزءا منه، لذلك المرحوم الشيخ البوطي لأنه من ركائز الفتوى في الساحة الإسلامية، نعم، المتمسك بخيار المقاومة، أرادوا التخلص منه. مطلوب أبدا، مطلوب إخلاء الساحة. لذلك النموذج اللي بترتاح له إسرائيل، لأنها بتعرف أنه عامل الاستنهاض الأساسي لشباب الأمة للقتال هو الإسلام، فيجب السيطرة عليه، يجب إمساكه. لذلك كل إسلام مقاوم يجب التخلص منه من خلال النموذج اللي شفناه بسوريا، واللي طال رموز من علماء الدين بأماكن عديدة بمدن عديدة بمستويات عديدة. فإذا نحن لم نضيع وقتا في الاستعداد، متنبهين لمخاطر ما يعد العدو. الشق اللي عم تحكي عنه في سؤال، طيب إذا من 2007 نحن خايفين أو متحسبين لهالنقطة، شو أعددنا بالضبط كمحور المقاومة بشكل كامل؟ مزبوط. ليس فقط في لبنان، هذا السؤال يطرح. آخر بهيك حالات دائما لما بينقال الفتنة، يعني ما في حدا بيستسهل الدم. أي حدا عليه مسؤولية أخلاقية وأدبية ودينية وسياسية ووطنية بيحاول دائما أنه مثل بيقولوا يتوسل الطرق التي تتفادى سفك الدماء، لأنه كل واحد مننا يتمنى. صحيح عم نشوف اليوم أنه إسرائيل في وجه آخر تقاتلنا، لكنها إسرائيل، بس بضل الواحد يتمنى إذا بده يسقط شهيد يسقط شهيد في رصاص الإسرائيلي الأصيل وليس الوكيل. فكان بسبع سنوات في الحقيقة، أو بست سنوات من 2007 حتى اليوم، بذلت جهود هائلة لتفادي الوقوع في الفتنة. وأنا رح أعطيك أمثلة، يعني بال 2006 مثلا، في ناس كثير ما بيعرفوا أنه أحد أكبر أسباب الاهتمام بالعلاقة مع قطر وتركيا هو إسقاط النظرية اللي صنعوها الإسرائيليين والأمريكان وعطوها لملك الأردن ليحكيها عن أكذوبة الهلال الشيعي. بالضبط. وأنه المشكل بالمنطقة أنه في هلال شيعي بضم إيران وعراق. صحيح، هو حكاها من سنوات عديدة ونبه منها، هو نبه منها، لكن نحن لم نتنبه أنه هناك خطر علينا. لا، متنبه. تنبه. لذلك كانت العلاقة مع تركيا وقطر كان المطلوب أن تكسر في وعي الأمة هذه الأكذوبة بأن هناك بوصلة فلسطين. قدمت إغراءات لتركيا، بيعرفوا السوريين أنه من لقمة عيشهم انعطوا الأتراك، ونحن بنعرف أنه من حساب مبادئنا اللي اسمه كيف هذا عنده قاعدة أمريكية ومكتب تطبيع مع إسرائيل بنحط له شكرا قطر. صحيح. لأنه كان المطلوب في عقل سماحة السيد وفي عقل سيادة الرئيس أن تكسر هذه
الحدية التي أريد أن توصم بها خيارات سوريا والمقاومة لإيقاع الفتنة. درء الفتنة كلفنا هاي، درء الفتنة كلفنا اتفاق الدوحة بلبنان، انه نقبل سعد الحريري وفؤاد السنيورة اللي باعوا دمنا بال 2006 مرة أخرى لدرء الفتنة. درء الفتنة كلفنا انه سيادة الرئيس يقبل يستقبل الخنزير الإسرائيلي ولي جنبلاط، انه يقبل يستقبل ببيته، يعني بقصره لكن ببيته ينام عنده سعد الحريري. هذا كله لدرء الفتنة. هذا من أجل ماذا؟ مصالحة 2007 بالكويت مع الملك السعودي اللي كان متآمر ومتواطئ على سوريا في كل قضية اغتيال الرئيس الحريري وإلصاق التهمة بسوريا. أصلا هو الملك عبد الله اللي كان بال 2003 قاعد مع جورج بوش وقاعد معه بندر على كتف الكنباية، وأنا عندي محتفظ بعدد التايم اللي بيقول إجا يقول له أنه أنتوا عملتوا ديمقراطية بالعراق من وراء الاحتلال، ما فيكم تعملوا كأمريكا إلا ديمقراطية. يسأل هون أستاذ ناصر، لماذا وصلنا إلى هذا الحد القاطع مع السعودية؟ يعني اليوم تصريحات وزير الخارجية السعودي يعني غريبة، يعني الأمير فيصل عندما يتحدث اليوم عن أنه لا مكان بعد مباحثات جنيف للأسد ولا يمكن أن تصل الأمور، يجب أن ندعم المعارضة لتدافع عن نفسها. يعني السعودي قطع طريق، نحن كما تقول منذ سنوات نحاول أن نبقيه متواصلة. مظبوط، لأنه عندنا مشروع، مشروعنا هو مواجهة إسرائيل. فكل الجبهات الجانبية اللي بتخفف أعباء اشتباكات أخرى تستنزف طاقات الأمة، المنطقي أن نسعى كأم صبي، يعني أم الولد، إلى تفاديها. إذا مش لرفد قدراتنا بقدرات الآخرين وإشراكهم، لأنه هذا فوق قدرتنا، لأنه هني عندهم ارتباطات وعلاقات، أقله عدم توريطنا باشتباكات جانبية تصرف جزء من طاقتنا ومن اهتمامنا عن الاشتباك مع الإسرائيلي. فبالتالي المنطقي والطبيعي أن أنت إذا شايف الإسرائيلي والأمريكي مشكلته من يبذل الدماء، أنك تسعي لحرمانه من خزان الدماء اللي بده يحاول يحصل عليه. بالسياسي، ببذل الجهود، بمحاولات إقامة الجسور، بتقديم التنازلات، بالأنشطة والمحاولات السياسية. هن بالمقابل، يعني هذه لعبة صراع بالآخر، هن بالمقابل شو قضيتهم الأساسية؟ تحولت سوريا والمقاومة إلى إحراج لكل النظام العربي الرسمي. إما أن تسقط سوريا والمقاومة أو يسقط هذا النظام العربي الرسمي. ما عاد في مجال. يا بده يعني بوعي الشعوب العربية، يا بده ينقال إنه هذا اللي عمله السيد حسن هو مغامرة بال 2006. هن وصفوه وما دفع حق وقته وأوهمكم أنه انتصر، لكن ليكو شو صار فيه ببشار الأسد. يا بده يثبت إنه هذا الخيار اللي انتصر بال 2000 وأجبر الإسرائيلي على الانسحاب، وجدد نصره بال 2006 وجدد نصره بال 2008 و9 هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يرد الأرض ويحفظ العرض ويعيد فلسطين، هو شو بيصير فيهم؟ فبالتالي ما عاد في مجال. لذلك طلب من الإسرائيلي يومها بال 2006 أنه أقضي على المقاومة. كمل 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 السعودي تحديدا. يا أخي أين تصور؟ بطلتوا تغتالوا، بطلتوا تقتلوا، قتلوا للسيد حسن وندفع لكم اغتيال الشهيد عماد مغنية. كيف؟ نعم. مالهم وقدراتهم ومخابراتهم باجتماع شرم الشيخ اللي اشتركوا فيه المخابرات السعودية والمخابرات القطرية والإماراتية والمصرية والإسرائيلية مشهور وقتها والأردنية. وحددوا بالاسم عماد مغنية مطلوب قبل بن لادن. صحيح. وبالتالي تبادل المعلومات والمطارات والكاميرات والبصمات وإلى آخره. طيب بهذا المعنى أنا بعتبر أنه إذا كان لا بد مما ليس منه بد، انه يعني انا بالزمان عم بحكي لسماحة السيد بعد اغتيال الرئيس الحريري وبعد تشكيل الحلف الرباعي اللي فاز بالانتخابات واللي معروف بانه هو واحد من فواتير منع الفتنه، يعني انه انعطى الحكم للسنيوره وللحريري من اجل تفادي الفتنه بهالسياق اللي عم نقوله، عسى ان تهدأ الامور تماما، يعني لمنع هذه اللعبه الاسرائيليه الامريكيه. فعمل له بتذكر بتموز، انا قلت له اذا انا هلا عم فكر محل الامريكي كيف بدي دير اللعبه، انا بحل عن سوريا لانه اخذت من ال 1559 البند الاول اللي اسمه انسحاب القوات السوريه. بالضبط. الاصرار على الاشتباك مع سوريا سينتج وطنيه سوريه تلتف حول النظام وتقويه وتشد ازره، وبالتالي رح تعمل خساره. فانا محلهم هلا بنقل على الفقره 2 من ال 1559 وبقول طلعت سوريا بريئه، وبفك كانوا الضباط عم يستدعوا للتحقيق بعد ما توقفوا، وبعدين دعوني حطوني انا وياهم سوا خمس مشتبهين. فانا عم اقول له انا محلهم بروح حزب الله. فصفن هيك سماحة السيد، قال لي وبيقبل سعد الحريري برايك؟ انا برايي سعد الحريري اداه عندهم، يعني مش
قال لي ايه بس ده مبيو هذا، وهو بيعرف انه نحن ابرياء، وهو بيعرف شو بذلنا، وهو بيعرف، وانا ضميري مرتاح بكل الاحوال. هلا شو بصير؟ انا ضميري مرتاح انني فعلت كل ما يجب فعله لتفادي الفتنه. فاذا بده يركب راسه ويروح على الفتنه لا حول ولا، انا ضميري مرتاح، انا ما بوقع فيها، لكن اذا فرض علينا القتال سنقاتل. ما فعله سماحة السيد في هذا المسرح العربي، يعني ببلاد الشام على الأقل، العراقي السوري اللبناني، أنه اليوم أنا عم أقول من 2003، مش بس من 2007، يعني من بدء الأحداث في العراق، موقف سماحة السيد بموضوع المقاومة في العراق ظلم كثيرا وصنف كأنه العلاقة أنه إيران تحتضن أطراف في الحكم في العراق، هذه الأطراف في كنف الاحتلال تستلم سلطة، فإذا السيد حسن نصر الله يؤيد قوى تتعامل مع الاحتلال، وهذا غير صحيح. السيد حسن في العراق حتى القوى المقاومة من تكوينات تكفيرية كان يعتبر أنه لها فيما تفعله ضد الاحتلال ربما ما يكفر عن ذنوبها الأخرى. هي من محاولات تشويه صورة حزب الله تماما، يعني الفكرة اللي عم تقوله اللي حكى عنها. ثم بعد ذلك بناء الفصائل، مش عم نكشف سر هلا، انه في فصائل مقاومه، في شباب استشهدوا لحزب الله في العراق، في كوادر استشهدت بالتعذيب عند الامريكان، يعني لمين هسه عم نعطي السر؟ الامريكي بيعرف انه في جسم مقاتل ضد الاحتلال الامريكي كان يقاد ويدار من قبل قيادات وكوادر بنهايه المطاف على راسها سماحه السيد. فبالتالي وين في مقاومه؟ وين في فكره مقاومه؟ طيب ولكن من وقت هذا المشروع التكفيري بالعراق كان هو الطريق لإسقاط خط المقاومة، وهو رغم ذلك كان لم يصل إلا اليوم في خطابه. هذا اللي عم أقول أنا يا جماعة، إذا ما فهمتوا اليوم المضمون اللي قاله سماحة السيد ما حتفهموا شيء. هذا لم يقل بحق أحد من قبل. بذروة الاشتباك الداخلي في لبنان لم يصل سماحة السيد إلى تصنيف الطرف الآخر المشتبك أنه إسرائيلي. صحيح. ولا مرة عطول انه بدنا كلمة سواء بيننا، بدنا يا جماعة فهموا، يا جماعة انتم عم تخدموا الاسرائيلي من حيث لا تدرون، الى يوجد لهم الاعذار، يمد الجسور. اليوم هو يقطع بانه بعد هالسبع سنوات من المساعي من اجل ابعاد هذا التيار التكفيري عن الاصطدام المباشر، بات يقينا عنده انه يشغل اسرائيليا. انا بمعرفتي لسماحة السيد اجزم ان هذا ليس يأسا من المحاولة، كان بيضل يحاول، وانما متأكد، انما اليقين عنده بالمعلومات ان اسرائيل هي من يدير هذه المجموعات وهذا التيار، وبالتالي اذا هي اسرائيل. واليوم قالت باحدى المحطات، يعني الاعلامي غسان بجدو تحديدا حكى بانه سماحة السيد لديه وثائق اليوم، يعني تقول وتذكر كل من تعاون فعلا مع قولا واحدا. انا مغمض عيوني وخاصة بالشأن السوري. ابدا، انا عم اقول لك انا مغمض عيوني، وانا بعرف شباب حزب الله في بعض القرى اللي كانوا عم بيدافعوا عنها، اللي عم بيحكي عنها سماحة السيد بمنطقة القصير، ضبطوا ما يعرفونه بالتقنيات الإسرائيلية في بناء الأنفاق، يعني كيف بيبنوا، شو الفرق بين الأنفاق اللي بيبنوها الإسرائيليين واللي بيبنوها التكفيريين. هذه خبرات بيمتلكوها المقاتلين الميدانيين. بعض غرف العمليات الخاصة على التنصت، بعض الأحاديث بالعبري، يعني في ضباط إسرائيليين. بالتالي لا، هو لديه يقين أكثر مما يمكن أن نتوقع. لا يمكن، هذا من سبع سنين ما قال هالكلام. فاليوم معناته هو خلص قطع كل إمكانية إيجاد عذر. هذا ما بيعملوا إلا بمعلومات. طيب. هي نقطة الأساسية. وبنى إذا هل قصرنا؟ لا، أنا برأيي ما قصرنا، لأنه الدم غالي. فبالتالي أن يكون حتى الرئيس هون، خلينا نأخذ الأمور بذات بالقياس والتناسب. نعم. طيب، معركة هالقد مكلفة وفيها جزء من لحمك السوري، صحيح ما يخدينه التكفيريين، بس هو كمسؤول عن الوطن ومسؤول عن الشعب، هو كلهم بالنسبة له أولاده. صحيح. طيب، كم أمضى من الوقت مع زعران الشوارع يجيبهم يقولوا له هول عم ينزلوا مظاهرات وهذا، يقولوا جيبوه، يقولوا بس يا سيادة الرئيس والله هو زعران وهول يعني أميين، معليش معليش خليني أشوفهم، بركي هذا بيرضيهم، بركي بقدر أسحبهم من الاستخدام، بركي بقدر حيدهم من أن يلعبوا بهم. استقبل وفود بالمئات مش بالعشرات. صحيح. إلغاء الطوارئ والعفو 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 بعد العفو والعفو بعد العفو.
فلان فليكن بده يجي يعطوه ضمان اذا بده يجي على سوريا على الحوار، فتره اللقاء التشاوري اللي يعني بلا حوارات المعارضه بلا ما نسمي من كان مسؤول عنه. فكل هذا مش فقط لانه يريد يعني ببعده المعنوي قناعه الشعب السوري بان الذي يدعي رغبه بالاصلاح كذاب، ليكو شو انعرض عليه، ليكو شو تقدم له، ليكو في ناس اعتبرتها ضعف، في ناس اعتبرتها ضعف من موقف الدوله السوريه. طيب هذا اذا طيب راح نناقشها. فاذا الشق الاول هو خوض معركه الوعي، لانه الحرب تخاض ببشر اما مرتزقه واما اصحاب قناعات. من يربح الحرب هو من يربح العقول والقلوب في مقابل المرتزقه. رهان الرئيس الأسد على شعبه بأن يربح قناعته حط من أجله استثمار اسمه مد اليد وإثبات الصدقية وحسن النوايا والمبادرة والمبادرة، ولكن في شيء تاني مش بس تجاه هذا النص أو التلتين أو الثلاث أرباع اللي بده يقاتل معه، بده ضميره يكون مرتاح تجاه الخمسة بالمئة والعشرة بالمئة اللي ما بقي حل معهم إلا الكي، أن يصل لقرار الكي وضميره الوطني ومسؤوليته الأدبية والأخلاقية والدينية مطمئنة إلى أنه لم يستنفد وسيلة، لم يبقي وسيلة إلا واستنفدها من أجل الوصول إلى صيغة غير الاشتباك غير الدم غير هذا. هون إذا نحن أمام عقليتين متشابهتين في كمية الشجاعة وفي كمية الحكمة ولكن في كمية الأخلاق. نعم. عم بيديروا معركة أولويتهم إسرائيل. طيب إذا أنا سوريا اللي أنا من 2006 عم حضر إلى سلاح نوعي لسوريا وصفقة السلاح معروفة قصتها مع الروس، ومعروف أنه هاي صفقة السلاح شكلت سيرة اللعبة الاستراتيجية في الشرق الأوسط تقريبا لعشر سنوات، وأنه كانت هي القضية والباقي كله تفاصيل، وأنه هاي القضية اللي اسمها صفقة السلاح انه الرئيس بشار الاسد دارسها 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 كعسكري كخبير استراتيجي في اداره الحروب ماذا تعني، والاسرائيلي دارس ماذا يعني، والاسرائيلي اللي بيقول ان الرئيس الاسد كان يمضي 65% من وقته طوال 10 سنوات على اعاده هيكله جيشه وتدريبه وبناء مهاراته وتسليحه باحدث انواع السلاح، بل إنه أعاد هيكلته بطريقة أن أقرب المقربين للحزب الحاكم في سوريا عم يحكوا عن حزب البعث لم يكن بمستطاعه أن يعد خمسة قادة فرق بعدما كان قادة الفرق في الجيش السوري معروف. قبل ذلك لا وجهاء اجتماعيين يشاركون في تعيين الوزراء والنواب والمدراء. أنا كنت بعرف اسم عشر قادة فرق، أنا اليوم بعرف اسم اثنين. مش انه سريين بس انه ما عادوا لهم دور الا بجيشهم الا بعمل ما عادوا الا جزء من عمليه تدريب وبرامج تدريب، وانه يشرف شخصيا على المناورات التدريبيه على مستوى سريه، سريه يعني 100 عنصر مش فقط على مستوى فرقه على مستوى فيلق على مستوى فوج، على مستوى سريه برنامج التدريب بيكون عنده بيقرا شو المشاريع اللي عم يعملوها، الاشتباك بري او ضرب هدف بحري او انزال او الى اخره، وبيحط ملاحظاته. هذا اللي عم يبني هالجيش مشان شو عم يبني؟ هذا عم يبني مشان اذا بده ينزل برهان غليون يعمل مظاهره او مشان معاذ الخطيب، عم يبني هذا الجيش لقتال اسرائيل. اسرائيل منتبهه. طيب هل اسرائيل المنتبهه اعتبرت ان تعطيل صفقه السلاح الروسي يجعل سوريا عاجزة عن الحرب؟ وطبعا في رواية بيقولوها الإسرائيليين بيقولوا أنه الرئيس الأسد في ثلاث سنين ما قبل يزور موسكو حتى تيقن من أنها ستوقع وأخذ التعهد بالتوقيع، ولذلك كانت الزيارة وراها على كعبها اشتغلوا الإسرائيليين والأمريكان لتعطيل تنفيذ الصفقة وتجميدها. آخرها زيارة نتنياهو لإقناع مش هاي الأخيرة. نعم. لا عم نحكي بال 2010 تماما، لكن وصولا إلى اليوم. نعم. 2010 أوقفوا تنفيذ الصفقة الروس بعد زيارة نتنياهو. نعم. مقابل تعهد أمريكي إسرائيلي بأنه لن تشن أي غارة على سوريا. نعم. وشنت غارات على سوريا صحيح، على دير الزور، على عين الصاحب، ثم جمرية واحد، جمرية اثنين، والرئيس الأسد يتلقى الصدمات. نعم. ليش؟ اللي بده مجد باللعبة الإعلامية أحسن شيء بيجيب المجد زت صاروخ على الإسرائيلي فورا ويقبل الإسرائيلي اللعبة وتنطفي هون.
بده الصفقة، بده يوصل الروسي لمحل يعطي هذا السلاح لسوريا. هذا الاس 300 اللي بيشتغل على 150 هدف على شبكة رادار ودفع واحدة بين صاروخ باليستي أو طائرة، بيشتغل على 12 هدف منهم بإطلاق نار فوري بالثانية 12 صاروخ، بيقدر على 27 كيلومتر يسقط الهدف. بيعرف الإسرائيلي شو معناه، شو بيخل بالتوازن. بيعرف أنه اللي طالب هذا الأس 300 وطالب معه الياخونت اللي هو صاروخ بحري يعني أرض بحر، أنه بيحرم المدمرات والحاملات على مسافة 300 ميل بحري يتقرب من السواحل السورية، واللي طالب معه الإسكندر أي اللي هو أرض 300 كيلومتر، رأس متفجر 500 كيلوغرام يحمل رأس نووي أو رأس كيميائي أو وغير مقروء على شبكات الباتريوت. يعني الباتريوت ما بيقرأ ما بيقدر ولا بيقدر يشتبك معه. وهذا شو عم بيحضر؟ عم بيحضر حرب. فهن بيعتبروا أنه في الأمريكي طالع 2011 من العراق، طالع 2014 من أفغانستان، قدروا أن عام 2015 هو عام حرب بشار الأسد. أنا عم بقول لك شو كاتبين. وبناء عليها يجب أن نسبقه قبل أن يسبقنا. بشو بدنا نسبه قبل ما يسبقنا؟ بحرب؟ ما معناش آلة الحرب. هذا في معه حزب الله ومعه صواريخ أرض ومعه إيران، وقايلين إنه هاي حربه الجاي حرب 73 نزهة بالنسبة لإلها. لأنه حرب 73 كان مع الرئيس حافظ الأسد الله يرحمه حليفين بيركوا، يعني أنور السادات والملك فيصل. إنه هو معه حليفين بفوتوا بالنار، يعني أسود تحالف أسودا. وبالتالي في معادلة من هذا النوع، الظهير الإيراني بما يملك من قدرة وطاقة وعزيمة وإرادة، المقاومة في لبنان، الامتداد في فلسطين، الاستجابة اللي راح تتم على مستوى الشارع العربي، لأنه حرب 73 جايتك بعد هزيمة 67 وإحباط وانتكاسي. هاي حربك الجاية جاي، الأمريكي مهزوم، الإسرائيلي مهزوم، فاستنهاض الأمة أسهل أسرع أفعل. إذا يجب قطع هذا المسار كليا. كيف بده يتم قطع هذا المسار؟ بالحلقة السورية. هون شو كلفتها؟ كلفتها نضحي بحسني مبارك؟ ماشي، زين العابدين، في أمن إسرائيل، قدس أقداس الغرب. شو في يجيب لنا حسني مبارك ولا شيء؟ شو في يجيب لنا زين العابدين بن علي ولا شيء؟ منبرم كرة النار هاي، منحميها لنرميها بسوريا وربيع عربي وشعوب تصنع ثورتها وجزيرة وعربية وخبر عاجل وفتاوى، وهي لنأخذ سوريا على حين غفلة من حضن روسيا ومن روح منفاوض روسيا على آسيا وهي عارية من أي شيء بين يديها. هون طيب، ليكي أنت الرئيس الأسد كيف خاض معركته؟ عنده 6 أشهر من بداية الأزمة بده يخوض معركة وعي الشعب السوري، وبده يخوض معها الحجة الأخلاقية للجوء إلى الكي مع حاله، وبده يخوض معها إقناع الروس بفك الارتباط بين أكذوبة الربيع العربي اللي صدقوها بالبداية وبين الحرب على سوريا. مبادراته كلها كانت تصيبها 3 أهداف سوا، أنه هو من جهة عم يعطي فرصة لمن يريد أن يعود وأن يخرج من عباءة المشروع الذي يستهدف البلد، بدك حوار عم نعطيك، بدك إصلاح جاهزين. تذكري أنت المادة 8 قديش طلعت خطابات تشكيك. صحيح. لن يلغي المادة 8 لأنها تسقط نظامه ولأنه ولن يجرؤك. ومين بعد بيحكي اليوم بالمادة 8؟ هذا بيأكد لك أنه النوايا الحقيقية بالأصل عند هول الرموز اللي اسمه المعارضة اليوم كله كذب. يعني فإذا هذا مثل بيقولوا إلقاء الحجة أو محاولة ممارسة السعي، بالمقابل وضع الناس أمام اختبارات وعيها بذاتها تكتشف اليوم وعي الدولة ووعي الناس متطابق، بس بداية الأزمة ما كان متطابق. ليش ما نكذب على بعض؟ صحيح. بداية الأزمة كان شرائح واسعة من المجتمع السوري ما عندها، إذا بتقولي له هذا الإسرائيلي بشرفك هلا اللي عم بيقولوا سماحة السيد اليوم إنه هاي إسرائيل تقاتل سوريا بالواسطة وهو اللي عم بيقاتلوا بوج سوريا، كلهم إسرائيليين وما في القصة لا إصلاح ولا ولا حراك ولا نضال ولا تغيير ولا لم يكن ليقنع أحد، والله ما بيمشي 10% من السوريين. صحيح. فلذلك إذا المرحلة الأولى كانت فك الاشتباك بين الربيع العربي، فك الارتباط بين الربيع العربي والحرب على سوريا، للقول ليست ربيعا عربيا، ليست حراكا إصلاحيا،
إنها حرب على سوريا. لذلك التصريحات الروسية والمواقف الروسية زادت تصاعدا وثباتا. من تشرين تاني بلشنا نشوف تحسن بالموقف الروسي. صحيح. لصار الفيتو. وصولا للفيتو وصولا لليوم للسلاح. بعد هلا خلينا نقول المرحلة الثانية شو كانت؟ إنه إذا فكيت الارتباط بين الربيع العربي وبين الحرب على سوريا بصفتها حرب على آسيا، بصفتها حرب جغرافيا سياسية، بصفتها حرب أمريكية بالواسطة. طيب. بدك توفري شروط الحماية لسوريا أم منتيها؟ هون انتقل المرحلة الثانية اللي هي الربط بين الحرب على سوريا والحرب على آسيا. إنه سوريا لست أنا فقط مهددة. شو عناوين اللي جاي فيها الأمريكي بده ياخد سوريا؟ عثماني جديد. طيب هذا العثماني الجديد بس بده سوريا؟ والله إذا حل وانتصر بسوريا صار على حدود روسيا. الإسلام التكفيري إذا أتيح له أن ينتصر في سوريا شو بصير بأمن روسيا؟ بالشيشان وبغير الشيشان، بالمناطق اللي فيها وجود بدايات أنوية متطرفة في الصين، بالبيئات الإسلامية الموجودة بجنوب الصين. فإذا أمنكن وأمني، المعركة هي معركة آسيا. بالجغرافيا السياسية إذا سقطت سوريا وين صارت روسيا بلعبة المياه الدافئة؟ إذا سقطت سوريا لعبة الغاز والنفط شو صار بمشروع إيران اللي بده يوصل على المتوسط ومشروع روسيا اللي بده يوصل على المتوسط؟ وبالتالي إذا سوريا هي نقطة التقاطع الوجودي في مستقبل العمالقة الثلاث في آسيا، روسيا الصين إيران، الذين تتوسطهم أفغانستان، والتي يراهن الأمريكي أن يسقط سوريا قبل أن يترك أفغانستان بينهم. فإذا قبل ما تخلوا يترك أفغانستان لازم تحموا سوريا. هون الربط بين معركة سوريا ومعركة آسيا وأنا برأيي نجحت بامتياز. دخل المرحلة الثالثة اللي هي أنه لا يمكن خوض الحرب مع سوريا الدولة ومع الإرهاب في آن واحد، وأن على عقل الغرب، ونحن بعدنا بقلبها هلا هي المعركة، على عقل الغرب أن يحسم، إما أن يتحالف علنا مع القاعدة بكل امتداداتها وعناوينها ويروج لها ويسوق لها ويتخذها بديلا، وإما فإن قدره أن يأتي إلينا ليتخلص منها. الغرب شو عمل؟ بالأول كان مراهن مثل ما كنا عم نقول أنه القاعدة تستغل وأنه هاي بتعمل ضربات موجعة، بس البيئة العامة، وإذا انتبهت اليوم سمحت السيد قال وكان مفاجئا في الحقيقة حجم وسرعة تمكن هذه المجموعات التكفيرية من السيطرة على الميدان. صحيح. وأنه هؤلاء بالغرب كذابين لما بيقولوا ما بيعرفوا، أنه بيعرفوا. مخابراتهم بتعرف وسفاراتهم بتعرف وحكوماتهم بتعرف. طيب وصل الغرب لشيء ما كان متوقعه، أنه فعلا هذا الامتداد والانتشار وانه هاي المعارضة ديكور، وبالاخر الجسم الماسك بالارض هو القاعدة، وبالتالي في حل من اثنين، يا بدك تدعم القاعدة بكل اسباب القوة وتتقبل ان تكون هي البديل في هذا الشرق الاوساط، او بدك ترجع فشخة لورا وتبدأ في اعادة الحسابات وتقييمها وتقول لا يمكن الجمع بين المعركتين، المعركة مع القاعدة والمعركة مع الدولة في سوريا، والمعركة مع الدولة في سوريا يجب أن تتوقف لتصبح الدولة في سوريا جزء من حربها على القاعدة هي ضمن الحرب العالمية على الإرهاب. أنا رأيي اتفاق كيري لافروف هو بداية هذا التموضع النوعي. تصنيف جبهة النصرة على لوائح الإرهاب هو إشارة سياسية، لكن اتفاق كيري لافروف ينطلق من هون. شو بدي بالحكي الطفنيس تبع اوباما وكيري ولا بالضبط بدي اقول لك، يعني ما في مظاهر بانه اقتنعت امريكا بالفكره التي تقولها بانه سوريا ستكون شريكه في الحرب على الارهاب مع بقيه شريكة. دول مش العالم مش شريكه. والسيد اليوم مره قال ما بالاخر انتم جايبين كنا يقتلوكم بسوريا. هي راس الرمح، مش بس شريك. لا يوجد دوله اليوم قادره على خوض الحرب على الارهاب بالامكانات بالنتائج المرتجات بالكفاءة بالخبرة كما يمكن أن تخوضها سوريا، وجمعوا لها إياهم من كل الدنيا. وهلأ أنه طيب شو بقي؟ هاي مش قادرين نتعامل مع هذا الوضع، نحن ما فينا نتحمله، يصيروا على شرق المتوسط يبلشوا يدقوا أمن أوروبا، وبلش على كل حال اللي صار بمالي هو وحدة من الأشياء، واللي بلش بلندن هو وحدة من الأشياء، واللي على الطريق أعظم، واللي ببوسطن مثل ما قال له لافروف لكيري هذا واحد من الأشياء، وبتركيا. وبالتالي إذا هذا سرطان بده يتمدد وياكل وبياكل بسرعة، أو بده يكون في جراح يملك الخبرة والقدرة
والتقنيات والأدوات التي تسمح له بذلك. اللي مش جاي من رحم إسلامي ما بيفهم هالموضوع. لذلك الغرب فاشل بهذا التعاطي. ومهما قال أوباما ليست لدينا حرب على الإسلام وليست للإسلام حرب علينا، صحيح. كلام إن شاء الله بينصرف. اللي جاي من الرحم الإسلامي هي خبرة الدولة السورية، اللي بتعرف الدين منيح، اللي عندها المخزون والموروث اللي بيسمح لها تفصل بين مكافحتها للإرهاب وبين انتمائها لهوية دينية حضارية. وبالتالي هذا المحتل ما بيقدر يقول أنا جاي كافح إرهاب، لأن من يقاتل المحتل هو مقاوم حتى لو كان إرهابي بفكره. صحيح. بالتالي بتعطيه يعني بمالي اليوم القاعدة عم بتقاتل كمقاومة. بأفغانستان هي عندها صفة مقاومة، لما كان العراق محتل كان عندها صفة مقاومة. ما فيني يقول له أنت إرهابي إلا لما بيطلع الاحتلال، وبالتالي بصير هو في لعبته داخل الوطن على قاعدة اللجوء للعنف والتكفير والتقتيل وسواه. بهذا لأنه عم تعطيه شرعية أخلاقية بوجود الاحتلال. سوريا تنزع عنه شرعيتيه الأخلاقية والدينية. وبالتالي بهذا المعنى أنا بعتقد أنه اللي عم بيقوله الأمريكي لزج جماعته في اللعبة السياسية هو نوع من البروباغندا، يعني لازم يعطيهم معنويات وإرضاءات وأنه لا تخافوا، نحن ما غيرنا، نحن ما بعناكم، نحن ما بطلنا. بس أنا برأيي في جملة مهمة قالها أردوغان بعد ما رجع اللي هي من واشنطن، من لقاء ما هو أوباما. عمل تفجير الريحانية ليعلي هونيك بركي بيقدر يورط الأمريكان بالتراجع عن تفاهمات موسكو. وكان ملفت حكي لافروف بأنه تفجيرات الريحانية لتفجير اتفاقات موسكو. بالضبط. مين بده يفجر؟ يعني أردوغان. والروس ما بيحكوا كلام من هالنوع إلا بيكون عندهم كمان معلومات ومعطيات من أجهزة أمنهم. بيرجع أردوغان على أنقرة بيقول نعم لقد تغير موقفنا من الأزمة في سوريا وبتنا نرى فرصة وضرورة من أجل الحل السياسي. المبادرة اللي عم تحكي أنت بآخر شيء كمان أردوغان، حتى هاي المبادرة إذا بدك نعم. شو هي المبادرة؟ أنه أنا بدي أخذ الشقفة اللي بتعنيني من المبادرة. أنه هذا اللي كان عم بيقول لا يمكن أن نتخيل أن يترشح الرئيس الأسد في 2014، صار عم بيلاقي لحاله هو فتوى كيف بده يقبل انه مرشح على هؤلاء. نسمع منه هيك لاوباما. ما انا بقول لهم انه ما تاخذوا شو بيحكوا الامريكان عن سوريا، احكوا شو بيحكوا عن اشياء تانية. يعني لما بيلاقوا حل عن طريق مبعوث الامم المتحده باليمن، ليكي وين اليمن، انه يحق للرئيس علي عبد الله صالح الترشح للانتخابات الرئاسيه القادمه، هن عم يحكوا عن سوريا مش عن اليمن. هن مع اردوغان انه قول خلي يتنحى هلا، لكن بحق له يترشح لأنه النص الثاني هو المهم. النص الثاني اللي بيعنيهم يطلع من أردوغان. فأنا بعتقد يعني حل سياسي بسوريا محوره الرئيس الأسد، مش من ضمنه الرئيس الأسد، أمر بوتة وحسم. باقي تزييت المكانات لكيفية الوصول له بالأثمان بالأدوار، شو بدهم يعطوا للقطري، له دور ولا ما له دور، بيبقى بالمنطقة ما بيبقى. لما حكى سمحت سيد اليوم عن أنه مرحلة تاريخية حرجة يعني هي المرحلة تحديدا، بما أنه على كلام حضرتك أستاذ ناصر الأمور واصلة لمرحلة بدأت التسويات ولو بشكل غير مباشر، يعني نحن عمليا معلش الأمريكي أعطى الإسرائيلي وقال له في حل واحد اللي هو انك تمشي بتشويه القضيه الفلسطينيه. ما هن يعني لو شرحنا شوي معلش الامريكي لما وصل للتشويه مع الامريكان بموضوع سوريا كان عنده رهان انه سوريا تشتري شرعيه النظام الان بان تخرج من الصراع العربي الاسرائيلي بالجولان، انه يعني هلا نحن مش وقت نحمل هم فلسطين وقد فلسطين وقصه فلسطين وهذا، فبالتالي إذا هلأ بيجي حدا بيقول لسوريا يا عمي نظامك اعترفنا انتصرتوا ومبروك عليكم، ولا قولنا شوية ديكورات تلموهن بحكومة تحت عنوان ائتلافية وإلى آخره، وبالانتخابات CIA عم تقولك أنه الرئيس الأسد رح ياخد 75%. صحيح. كيف يمكن لأمريكا أن تجيب على السؤال الأساسي قبل ما تطلع من أفغانستان تضمن أمن إسرائيل؟ كان الجواب هو التالي، لأنه هي أصل المشكل، أصل الحرب كلها. صحيح. كان الجواب انه هلا صحيح نحن ما ربحنا الحرب لاسقاط النظام، لكن حدثت تحولات في البيئه العربيه لم يكن ممكن حدوثها لولا الحرب على سوريا. ابرزها ان لجنه المبادره العربيه للسلام اصبحت بلا سوريا، فصار في امكانيه تعطينا شو ما بنطلب منها. فتعا يا حماد على واشنطن مضيلنا هون مبادله اراضي بدل ارض 67 قول او ما يعادلها لنريح اسرائيل بالكتل الاستيطانيه. مضى
إذن هي ما كانت بتصير لولا الحرب على سوريا. وهي بتفسرنا ليش أخرجت سوريا من الجامعة العربية. مش صحيح أخرجت لما ادعوا به. شو أثر اللي ادعوا به؟ إنه إذا الهدف أنت أخرجت سوريا لأنه بدك تعمل إصلاح أو لأنه بدك تعمل حوار أو لأنه بدك تسقط نظام، علي سقفك شو ما هو. وين وظيفة اللي عملته بتحقيق أي من هذه الأهداف؟ صفر. اللي انعمل في إخراج سوريا من الجامعة العربية له علاقة بمبادرة السلام. نعم. مش بشي تاني اللي متفائل فيها هلأ محمود عباس بناء على كلامه للأسف. متفائل بجهود كيري. حدها الأمريكي شو معتبر التحول التاني اللي أنتجته الحرب على سوريا؟ هو أن القوتين الأساسيتين في الساحة الفلسطينية صاروا بحضن حلفائه. نعم. اللي حماس مع مصر وتركيا وقطر، ومحمود عباس مع السعودية والاتحاد الأوروبي. فبالتالي في فرصة برأيه لطبخة فلسطينية إسرائيلية. إذا لم تعد سوريا تملك حق الفيتو يمكن تمريرها، وأنه هيك منقفل ملفات المنطقة. نحن عم نطلع ملف نووي إيراني، نظام بسوريا أوكي، حدو جولان، مزارع شبعة. يا لبنانيين أنتوا تتصرفوا مع حزب الله اللي بده يخلي سلاحه. وبقلب اللعبة السورية التنافس بين الفريق العروبي المقاوم اللي بتمثله الدولة وبين الفريق الآخر راح يتم على قواعد جديدة، لأنه ما عاد في صراع عربي إسرائيلي. بصير القواعد الجديدة مين بينفتح على الغرب أكتر ومين بيجيب مال الخليج أكتر. هاي كانت القراءة الأمريكية. طيب لتمشي هاي القراءة بيقوم بيطلع سماحة السيد بخطابه ما قبل الأخير، شهداء القادة، بحط وراء اليافطة الطريق إلى فلسطين، وبيقول أنه ما في تشوية بدها تمرق، ونحن موجودين، نحن قضيتنا فلسطين، ما حدا في صف القضية الفلسطينية بوجودنا. بيردوا عليه بالقصير. بيردوا بالغارة. بيرد الرئيس الأسد بطلب السلاح. بيجي السلاح الروسي، الصفقة المجمدة. بيعلن ثلاث شغلات: الضرب القادم رد أوتوماتيكي، سلاح لحزب الله ما مننقل نقل، سنسلمه من عندنا كما ونوعا أعلى ما في ما بين يدينا. جبهة الجولان، فتحت للفصائل الفلسطينية. كتير مهم هذا الموضوع. كان في يقول لمقاومة شعبية سورية من أجل تحرير الجولان. ما حيزعل الأمريكي والإسرائيلي، لأنه ساعتها بيقول إذن قبل اللعبة اللي بتقول خصك بالجولان وبس. أعاد إنتاج دور سوريا في الصراع العربي الإسرائيلي وفي مستقبل فلسطين. لأنه ما يعني الإسرائيلي والأمريكي من يطلق النار من الفلسطينيين. اليوم أي واحد بيطلق نار من الجولان بالسياسي هو فصائل فلسطينية. لأنه هيك أعلنت سوريا أنها فتحت جبهة الجولان أمام الفصائل الفلسطينية المقاومة. هي ردا على محاولة إبعاد سوريا عن الملف مش الفلسطيني. مش بس هيك، على تصفية القضية الفلسطينية بالضبط. والقول أن اللاعبين في الساحة الفلسطينية باتوا في الجيب الأمريكي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن الذين يريدون قتال إسرائيل لم يعد لديهم جبهة. فإجا عم بيقول الرئيس الأسد لا، مين قال لكم هالحكي؟ عندي جبهة. عندهم جبهة وبلاهم ما بصير حل. وأي فلسطيني يريد أن يقاتل إسرائيل سيجد في سوريا حضنا دافئا يحميه ويحضنه ويساعده. ولن نصل إلى اليأس من الفلسطينيين، لأن بعضهم غدر أو بعضهم خان أو بعضهم تخلى، وستبقى فلسطين هي البوصلة. طب نتنياهو، أنا جاهز لكل الاحتمالات. شلون جاهز لمثل هاي الخطوة اللي عم تحكي عنها؟ هذه مؤشر كتير 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 ذو مغزى. اللي هو بقية المقاومة في لبنان من 82 ل 96 لحتى فرضت على الإسرائيلي أن يقبل الاشتباك الموضعي. صحيح. يعني قبل 96 كل ما ينوجع بمحل الإسرائيلي إعلاميا، مش ضروري ماديا، بينعف لبنان نعف. صحيح. من شماله لجنوبه. ل96 لقبل قواعد اشتباك بتقول منضرب 10 كيلومتر جوا برد ل10 كيلومتر من هون، منضرب قذائف برد قذائف، منضرب إطلاق مضادات برد مضادات. صحيح. شو اللي صار على جبهة الجولان قبل 4 أيام؟ صار نزلت انضربت المدرعة، ردوا قذيفتين بمنطقة، ما طلعت الغارات على الشام. ردوا عليهم بقذيفتين، ردوا عليهم بقذيفتين، وشوي هديت له. هاي إسرائيل هاي عملت حرب 82، وصلت على بيروت كرمال محاولة اغتيال فاشلة وربما كاذبة على الأرجح لسفيرها بلندن. تمام. عملت حرب 2006 كرمال أسيرين جثث متفحمة، قبلت انه 5 قتلى من جنودها يروحوا بالمدرعة وتمسحهم بجلدها وما بتعمل حرب لو قادر تعمل حرب. فرض الرئيس بشار الأسد قواعد اشتباك تقول أنه للمرة الأولى
هناك مقاومة تحتضنها دولتها، لأنه كان يقال أحد أسباب قوة المقاومة في لبنان هي أنها شيء والدولة شيء آخر، فبالتالي الدولة بتقدر تقول أنا ما خصني لا تضربوني. اليوم يفرض حماية سوريا الدولة بقدراتها الرادعة ومعها هامش على جبهة الاشتباك محكوم بقواعد اشتباك الأجرؤ الإسرائيلي على خرقها. فإذا المفهوم الأمريكي للتسوية حول سوريا كان مزوج لمفهوم تسوية حول القضية الفلسطينية، نسف الرئيس بشار الأسد. إجا اليوم عم بيرد على الرد الإسرائيلي عليه السيد حسن. الإسرائيلي عم بيقول أنه إذا كان نسفتوا التسوية اللي فيها طبخة تصفي القضية الفلسطينية، وعم تقولوا قواعد اللعبة حول مستقبل فلسطين لم تغلق، إن الحساب لا زال مفتوحا. طيب وبدكم نعمل تسوية على موضوع سوريا ما بخص إنهاء القضية الفلسطينية، شرف نعمل ربط نزاع على الموضوع الفلسطيني، كل واحد مننا له موقف وله رأي وله أداء وله آلية. ما هو الجواب الإسرائيلي؟ الجواب الإسرائيلي هو بالتهديد بمزيد من الدعم للتكفيريين والانخراط بصورة أقوى في مشروع حربهم. والسيد لما عم يحكي عم يحكي عن معلومات، عم يحكي عن معطيات، عم يحكي عن وقائع. الجواب نحن سنتكفل بهم، بمعنى أنكم قد استهلكتم كل مصادر فائض قوتكم الافتراضية في مواجهتكم مع سوريا. كنتم تعتبرون فرضية حرب تركية أحد الاحتمالات، من يوم ما طلعت الطيارة ونزلت أسقطت بالمضادات السورية وانكفأت تركيا عن الحديث عن لغة المواجهة المباشرة، وبلش يلاقي نظرية أردوغان نتدخل إذا في قرار مجلس أمن. ما إذا في قرار مجلس أمن يعني الروس موافقين، إذا واقف عليك القصة صارت يعني. اثنين، الرهان على بناء قوة خارج القاعدة وتقاتل النظام، وأنه منبنيها بالأردن ومنجمعهم 25,000 ومنسلحهم ومنجهزهم بفوتوا بيردوا درعة بيوصلوا على أبواب الشام المعتدلين، القاتلين المعتدلين. أحسنتي، طلعت فيشينج ما في منه شيء، التهمهم الجيش السوري عند أول وجبة على أطراف الشرقية لدرعة. شوي البديل الثالث ننفخهم لحكومة بتاخد سفارات وبتاخد الصفات الدبلوماسية وهذا، ومنعمل فيهم شيء له شرعية يبلش يقدر يلعب بعقول السوريين بأنه هو بديل مقبول معقول. هذا بيطلع نبيل العربي هذيك اليوم شو بدي بالجمعية العامة شو صار فيهم، أنه سقف، أنه بالأول عملوا أول تيست طلع معهم أول سابوتاج أنه قداش بيجيبوا، طلع بيجيبوا 70 على القرار القطري، عدلوه اللي بيقول اعتراف بالائتلاف كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري. قاموا شالوه وقالوا مفاوض مقبول. مين ما تقاتل معكم على مفاوض مقبول؟ ما هي رح يروحوا مفاوض مقبول، ما حدا معترض على المفاوض مقبول. جابوا 101 بالمقابل 71 بين معترض وبين ممتنع. طيب بيقوم نبيل العربي بيقول ليس صحيحا أن الجامعة العربية منحت مقعد سوريا للائتلاف، المقعد لا يزال للحكومة لكنه معطل بموجب قرار تعليق عضويتها أو تعليق مشاركتها في الاجتماعات. طيب إذا أنت قدام حركة الأمور هي استهلاك، استنفاد، سقوط أوراق هذا الائتلاف. طبعا شو اليوم عم يتحاور الائتلاف؟ يعني اليوم ما خلص اجتماعاته واجلها لبكره، على شو لسه عم يتحاور الائتلاف اسطنبول؟ رح اقول لك، انا عندي الجدول الاعمال والمناقشات والوثائق واوراق العمل المقترحه. هلا مطروح عليهم اضافه 31 عضو. هو الهدف انه يكون الليبراليين زياده عن الاسلاميين؟ لا، الامريكان مسميين ميشيل كيلو بدهم اياه رئيس. بالضبط. لكن هو قالوا انه الهدف يعني يمكن يدخلوا النفس الليبرالي بالائتلاف وليس فقط الاسلامي. آخر همون الأمريكان، اللي جاب معاذ الخطيب الأمريكان. روبرت فورد فات على اجتماع الدوحة هو ورياض صيف مسكينه بيدهم وقالوا لهم هذا. فمش موعودين بأنه هذا إذا إجا رح نعترف فيكم ونعطيكم حكومة و إلى آخره. اليوم في لعبة تانية، هاللعبة التانية هني عم بيقولوا بقلب اجتماعات الائتلاف انه اذا قبلنا اضافه ال 31 رح نخسر الاغلبيه، جماعه الاخوان المسلمين يعني المجلس الوطني وتوابعه، وبالتالي رح يتم الاغراق من اجل الاسقاط. فبصير ورقه امريكيه، هالورقه الامريكيه بيستعملوها مثل ما بدهم الامريكان. بتلاقي ميشيل كيلو ساعه بيعلي الدوز، ساعه بينزل الدوز، مبرمج بشغلوه على الريموت كنترول. الاحتمال الثاني اذا ما قبلنا
بدنا يشقفونا 4 ممثلين للمعارضة، وبالتالي بدنا نقعد نعلق بعض قدام وفد الدولة السورية. إذا ما رحنا رح يصنعوا بدائل هي تروح، لأنه بكل الأحوال لا نحن ولا اللي رح يروحوا نقدر نمون على الميدان. فأنت قدام إشكالية في الحقيقة. هني عاملين وثيقة بيقولوا فيها خيارات جنيف، حاطين 4 فرضيات، وكل وحدة بينتهي بيقول وأن هذا لؤي صافي اللي كاتبها، وأن هذا يعني مأزقا كبيرا بالنسبة للائتلاف. بالضبط. وبالآخر بيقول آمل من أخوتي في أعضاء الهيئة التنفيذية بأن يقترحوا علينا مخارج لتفادي هذه المآزق. ما في مخارج حقيقة، لأنه أنتوا مأزق، يعني مش عم تواجهوا مأزق، أنتوا مأزق. لأنه اليوم أنت بدك القاعدة تقتلك، وبدك تكون تابع لأمريكا، وبدك تقبض من قطر، وبدك واحدة منهم مثلا بيناقش موضوع تشكيل حكومة. بيقول طيب انه هيتو حكومته خالصة، ناقصة وزيرين دفاع والداخلية، لكن العسكر ما عم بيسمولنا، يبدو هيك بيقول، يبدو بإعاز خارجي. طيب بيرجع بيقول والمشكلة انه اذا سمينا حكومة ورحنا على جنيف ومهمة جنيف هو تشكيل حكومة، فمين حيعترف بالحكومة اللي منسميها؟ فلذلك نحن نسمينا حكومة بمأزق، وإن ما سمينا الحكومة حنطلع بمهزلة إنه صرنا 4 أشهر منقول بدنا نشكل حكومة وما منشكلها. أنا الحقيقة لما عم بعرض وضع الائتلاف عم بعرضه في سياق مشهدي، بدي أقول من خلاله إنه كل أدوات الاشتباك مع الدولة في سوريا في حالة انهيار وانحدار. يعني المورد البشري عم يتناقص، قاعدة في المغرب اللي كانت أحد موردي المقاتلين خرجت من القتال في سوريا. العراق مشكلته في العراق كمان، يعني جبهته العراقية لا تقل أهمية عن جبهته في سوريا. والحكومة العراقية التي كانت تتعامل بمرحلة سابقة مثل ما كان حزب الله مثلا عم يتعامل أنه موضعيا، تستعد، وأنا أتوقع أنه خلال أيام قليلة سنكون أمام نقل نوعية في أداء الحكومة العراقية بعد تنظيف الأنبار بالعملية العسكرية الكبرى اللي عملتها اليوم. راح نكون أمام نوع من التعاون الأمني العسكري السوري العراقي في مواجهة الخطر المشترك، وهذا أمر مشروع وطبيعي وحقيقي بين دولتين جارتين يواجهان جسم واحد تنظيمي اسمه القاعدة متوزع جغرافيا في أراضي الدولتين. حكى عنه اليوم سمحت السيد دولة العراق الإسلامية اليوم تماما عنه. هي هيك. فبالتالي إذا هن استهلكوا المورد البشري بالسلاح، ما جاي من السعودية أطنان أبدا، ومن كرواتيا يشتروا لهم ومن ليبيا، شو بيغير؟ بدك بشر يقاتلوا، بدك مخزون إنساني من تركيا قادر من تركيا. اللي جابوهم من أنحاء العالم وجمعوهم بتركيا زجوهم فوتون، وبعد لسه بالمقابل هذا الآن عمول إنه بالميزان البشري بالميزان التسليحي لا بعتقد لا نقاش، يعني شو ما جابوا لهم لا يعادل ربع الطاقة التي يمكن أن تستخدم من قبل الجيش في سوريا. طيب بالبعد البشري الجيش معروف أنه أولا البنى الأساسية في الجيش أنا بعتقد بعد ما نزلت بالقتال ومش دورها هلأ تنزل، لكن خسر الجيش العربي السوري شهداء كتير. هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، يعني الله يرحمهم هو جزء من تاريخ سوريا ونجوم في سماء سوريا، لكن أنا عم بحكي بالإجمالي تماما، يعني أنا معك بالتوازن البشري بأنه مثل ما هني عم يقولوا نحن كمان خسرنا كتير شهداء. أنا عم أقول هني ما عم يقدروا يعوضوا اللي بيخسروه، هذا الفارق. يعني نزيفهم مش في من يسقطون في القتال، في العجز عن تعويض من يسقطون في القتال. بينما المخزون البشري اللي عم تستند إله الدولة السورية في جزء منه قوات الدفاع الوطني اللي ما كانت موجودة، يعني حوالي 100,000 حسب تقديرات الجارديان والاندبندنت، خلينا نستند على المصادر الغرب. الأجنبية وحسب تقديرات أخرى 250,000. الجيش لما المعركة بتصير معركة مساحات واسعة بتتحرك قطعه النظامية عندها، هي لصالحنا تماما، فمنشوف آلية حركة من نوع آخر صحيح مختلف كليا، نحن مؤهلين لهي الحرب أكثر تماما. من حرب الحارات أو حرب. طيب يعني هين كلام السيد اليوم عن أنها حربنا ونحن جزء من هذه الجبهة، أنا بفهم كلامه أنه هو إعلان بصورة أو بأخرى عن الزج ب 40-50,000 مقاتل من حزب الله في هذه المعركة. هولي مزحة، هولي هيك، هولي منه تغيير نوعي في موازين القوى بخبراتهم بقدراتهم بإمكاناتهم، مش بالضرورة يزجهم بالمعنى أنه هلأ هولي رح يجوا ويبلشوا يمشوا ويهشموا. لا،
هول معناتها رصيد احتياطي حيث تستدعي الأمور في كتلة قتالية. هو قال بكلمتين وقصد يقولها: سترون عشرات الآلاف من هؤلاء المجاهدين يذهبون إلى القتال على هذه الجبهات. فبالمخزون البشري ما في نسبة مقارنة، بالمخزون المادي التسليحي ما في نسبة مقارنة، بمخزون المعنويات بين اللي عم ينهار وعم ينهزم ومعلمين وعم بيبيعوه بتاجروا فيه، وبين اللي حلفاء وأشداء وأقوياء كما تقول واشنطن بوست ولا يتخلون عنه. إنه كيف بتكون معنويات هون وكيف بتكون معنويات هون؟ لما منشوف الائتلاف عم يتفكك، ولما منشوف الدولة عم تتماسك هي وجمهورها وشعبها. أنا بعتقد هون، أنا لما حكيت عن المئة يوم على التنازل كنت عم بعتبر إنه في محطة فاصلة سندخلها مع شهر أيار. نحن بعدنا ب27، ليكي من واحد من 2 أيار لليوم شو صار؟ تسارعت الأمور كلها باتجاه مزيد من الانهيار على تلك الجبهة، مزيد من النمو والاضطراد والتصاعد على جبهتنا. هن عم يخسروا، يعني نحن حتى مطلع أيار كنا نحصي الخسائر، ومن مطلع أيار ما عم نلحق إحصاء مكاسب. بمعنى انقلاب نوعي في موازين الأمور غير قابل للتغيير. هلا سماحة السيد عطى بخطابه إشارات خطر ما لم نتدخل. أنا بقول الأهمية فيما قاله هو أنه أسس لهذا التحول النوعي في الموازين. هلا هذا شو رح يعمل الإسرائيلي هون؟ أنه أنت وين عم تصيب الإسرائيلي؟ بالمقتل. الإسرائيلي معركته مش بعد جيشه، معركته هؤلاء التكفيريين يقدروا يفتوا عضد التماسك والدولة والجيش في سوريا، ومعه يفوتوا لبنان بأتون الاشتباك المذهبي. كنت بدي أسألك، لبنان ممكن تكون يعني بديل الوضع اللي تغير بسوريا؟ عم تقول يعني ما بقى أبدا ممكن يرجع لوراء انهزاميا، ممكن البديل يكون لبنان؟ وشو موقف القوى الثانية بلبنان، ليس فقط حزب الله، موقف القوى الثانية، الأحزاب الوطنية، الأحزاب الشعبية؟ شو ممكن؟ خليني أقولك، في عاملين بلبنان يعني أنا بخلوني، أو ثلاث عوامل بخلوني متفائل بلبنان. إيه. العامل الأول إنه منطقة التماس، يعني إذا المستهدف هو حزب الله، لأنه أنا بعتقد الباقي بصير هوامش. يعني إنه معركة طرابلس، أنا يعني مع حزني على كل اللي بيسقطوا فيها أكيد. من شهداء وجرحى والتوتر اللي بتعمله، بس هي هامشية في اللعبة المركزية. قال عنها اليوم لا أفق لها. لأنه ما في اختلاط سكاني وجغرافي، ما في نقطة تماس تشبك فيها مع الجسم اللي بيوجع إسرائيل اللي هو حزب الله. الباقي إنه رسائل. طيب، وحاولوا يعني هني مثلا بعضهم هو جماعة المعارضة الجيش الحر ومدري شو، إنه بيسقط القصير من سقط جبل محسن. قاموا راحوا ضغطوا على الجيش عن طريق ميشيل سليمان لحتى ينسحب من جبهات القتال. تهجرت التباني وتهجرت معها أبو سمرة، للأسف يعني ناسنا وأهلنا، بس جابوا لهم البلا بادعاء أنه هني راح يقتحموا جبل محسن. لهيك ميشيل سليمان حذر حزب الله من فتنة؟ لا، وحتى حكى كلام أنا بعتقد رد عليه سماحة السيد اليوم، تمام، بس يعني أنه السلاح بعهدة الجيش، فعم بيقول له أنه تخبز بالعافية يعني إذا ما نحط السلاح بعهدة الجيش. سلحوا الجيش، جيبوا له سلاح للجيش. وانتم بتعرفوا منين هذا الجيش؟ ما راح يسلحوا الفرنسي والامريكي والاماراتي والسعودي بيبعث لك الخرطه اللي الاسرائيلي موافق انه يسلمك اياها. لا، بيسلحك لما بتتعهد له بامن اسرائيل، بان تقاتل مع اسرائيل. بالضبط. فجيش ليقاتل ضد اسرائيل معروف مين بيسلحه. ما عرضت ايران عليكم تزويده باسلحه نوعيه مثل بتزود المقاومه فيها؟ ما قلنا لكم روحوا على روسيا اطلبوا صفقه سلاح تتآخى وتتتوأم مع الصفقة السورية؟ هالصواريخ الاس 300 ما هي بطاريات بالتتابع نسق. البطاريات السورية لما بتصير قادرة تغطي جزء من الأرض اللبنانية، انت بكنفها بتحط بطارية تانية وبتصير حامي البحر اللي ممكن يشكل مصدر قلق لك ولسوريا. فبهذا لا، ما بدهم، ما بدهم لأنهم صنائع عند الغرب مش لشي تاني. لكن بالآخر بطرابلس ما بتغير. طيب وين المنطقة اللي فيه تداخل واشتباك؟ في بصيدا بالضبط، وفي ببيروت. بالبقاع خليني اقول انه مش هالقد الوضع ممكن يعني يتم استعماله يتطور. لانه فايت مع متداخل مع سوريا، وبتداخله مع سوريا كان واضح سماحة السيد اليوم انه هاي المحافظات الملاصقه للحدود اللبنانيه ما رح نسمح، ما رح نقبل. صحيح. ولا بشكل من الاشكال. صحيح. هلا بصيدا واضح انه الجمهور الصيداوي العام والقيادات الصيداويه المؤثره ليست جزءا من التورط في هذا المشروع، بل على العكس. وظاهره احمد الاسير حاول بكذا من مره انه يزج الصيادني
من جهة وعي المقاومة ومن جهة وطنية أهل صيدا حالتا دون أن تتورط. ما بيمنع أنه الآن في محاولة لأخذ مخيم عين الحلوة رهينة من قبل يعني أنه مجموعات القاعدة اللي فيها عم تحاول تفرض سيطرتها عليه، لكن بعتقد هون العامل الثاني اللي أنا عم أقوله الجيش، أنه الجيش اللبناني في خط أحمر يعني بيتعامل مع القيادة السياسية بمنطق أنه شو الغطاء وعدم الغطاء، بس بمحلات معينة الجيش بيعمل حركة الخاصة، وأنا برأيي الجيش ما رح يترك البلد ينكشف لهذه اللعبة. الثلاثة لعبة هاي التكفيرية عم تجي بوقت عم نحكي ساحل، لبنان كله ساحل، أمن أوروبا بيطلع من لبنان، وبالتالي عم نحكي عن إمارة بشمال لبنان. أنا بعتقد من معلومات هون عم بحكي يعني تقاطعات الأجهزة الغربية مع الأجهزة اللبنانية في كمية من القلق والرعب من مثل هذا الخيار وهذا الاحتمال. كان لهم وظيفة هون لإدخالهم لسوريا. ليش القصير خطرة؟ ليه؟ لأنه القصير هي العقدة التوزيع. نعم. يعني لما تقولي معركة دمشق، طيب نان يجيبوا مقاتلين على دمشق ليقدروا يجسدوا بنية، يعني أنه أنت بدك لتعمل اندفاع بدك تغطي الجبهات القتالية من لبنان بس عن أي طريق؟ عرسال هي المعبر الوحيد. طيب نان بتضخي على عرسال، كانوا يجوا مرفق العبدي اللي هو مرفق تهريب، وادي خالد، من وادي خالد بيفوتوا على القصير عن طريق بحيرة قطينة، من القصير بيمرقوا جوسي عرسال، من العرسال بينزلوا على وادي بردة صاروا بريف دمشق. القصير هي غرفة عمليات معارك دمشق، لأنه اللي جايين من برا من الشيشان ومن البوسنة ومن التونس ومن كلهم جايين على وادي خالد بوجهن على القصير. بالقصير بيتضيفوا بيترتبوا بيتجهزوا بيتوزعوا مجموعات بينعطوا أنواع سلاح وأجهزة اتصالات وبياخدوا مهمتهم باتجاه عرسال، بيرتاحوا لهم نص نهار بعرسال وبينزلوا باتجاه الشام. قطع هذا المعبر الإلزامي اللي اسمه القصير قطع ظهرهم. لكن يقال أنه لم تنتهي معركة القصير، يعني حتى مو فقط لم تنتهي أو لم تحسم ولو مبدئيا، بأنه لا هي تحتاج إلى فترة طويلة حتى تأخذ نتائجها. أكيد. وأنا برأيي هون يعني مش مطلوب نوقع بطريقة تعامل مع دارية أنه قيد أو سقطت، لا بالعكس هذه معركة شرسة وقاسية، لكن هل بقيت القصير صالحة للاستعمال بهذه الوظيفة؟ لا. ماذا السؤال؟ يعني أنا رأيي الآن القصير معطلة كمعبر، يعني كممر وغرفة عمليات واستيعاب مهاجرين ولو بالعكس المنطقة بدأت. أنت عندك تعرفي قديش الكتلة؟ 1500 مقاتل هم خيرة مقاتلين نصرة. أنه حدا عنده وهم أنه هول اندفعوا نحو الأحياء الشمالية. بين الأحياء الشمالية وبين نقاط تمركز الجيش بساتين، ممكن عبر البساتين يقتل منهم بكمائن 50 و60 و70، الباقي منهم يروحوا باتجاه ريف حما يطوقوهم من هونيك بالوديان يفوتوا على الرستن، جزء منهم يقدر يأمن خط، جزء منهم يقدر يروح على الوعر بحمص. يعني ما حدا هون عم يحكي عن سيناريو هوليودي للقتال انه والله لا، والجيش جيش عنده كمية من الخبرة والاحتراف والواقعية وطور كفاءاته وخبراته. أنا عم يحكوني يعني مراسليننا اللي بقلب المعركة بالقصير عن كيفية الإدارة، عن طريقة التعامل بالنار، عن مستوى تعديل التكتيكات في هذا النوع من حرب المدن، الحرص على المدنيين. مثلا هؤلاء المسلحين خاطفين من أهالي المسعودية حوالي 150 وعم يخدون دروع بشرية. صحيح. وممكن بين لحظة ولحظة نلاقيهم رامين عدد منهم لا سمح الله تحت عنوان القول بأنه الجيش يرتكب مجزرة منتصف وإلى آخره. لكن القصير بالمعنى الاستراتيجي لوظيفتها عطلت. غرفة العمليات اللي حطتها الإسرائيلي لأنها فرصة التقرب مما أسماها العمق الاستراتيجي لحزب الله. أنه أنا واحدة من المقالات اللي عم بقراها عن الإسرائيليين بيقول لك وقعنا عام 67 بخطيئة تاريخية، أننا ظننا جبهة لبنان أهدأ الجبهات فرمينا كل ثقلنا الاستراتيجي على حدود لبنان. نعم. وإذ بجبهة لبنان تتحول إلى جبهة ملتهبة طوال 30 عام. وقع حزب الله بشيء شبيه. شو هو؟ أنه رمى بثقله الاستراتيجي على كتف سوريا من جهة الهرمل. إن أفضل الطرق للتقرب من حزب الله وللتجسس عليه وللنيل من معاقله هي في التواجد في منطقة القصير. هذا من 6 أشهر الإسرائيليين قايلونه أنه عم يعملوا تحليل، هن عم بيقولوا هذا أفضل الطرق ليعملوه ليطبقوه. لذلك أمن المقاومة بمفهومها الكبير هو
مرتبط بنسبة كبيرة بتنظيف القصير من غرف العمليات الإسرائيلية. الأتراك أقاموا غرفة عملياتهم بالقصير لجمع ريف حمص وريف حما، حيث قدروا يجندوا بعض من أبناء اللي من أصول تركمانية، مش كلهم بالتأكيد، فيهم وطنيين سوريين حقيقيين متمسكين بوطنهم، لكن في جزء منهم. حي اللي هلأ القتال فيه بالقصير هو حي التركمان اللي فيه غرفة العمليات التركية. فأنت قدام الإسرائيلي والتركي والنصرة بأعلى مستويات حضورهم بهذه المنطقة، تنتهي المعركة بيوم وباثنين؟ قطعا لا، لكن الوظيفة عطلت. نعم. في بما أنه تحدثنا عن مباحثات جنيف، وأريد أن يعني أدقق نوعا ما فيها. حضرتك حكيت أستاذ ناصر بأنه هناك يعني الائتلاف عندما الآن يتحاور ويختلف وتتدخل فيه الدول بهدف تشكيل حكومة ربما مؤقتة، يعني غير حكومة تيتو التي انتهى مفعولها، للذهاب إلى المفاوضات مع الدولة السورية. لا، لكن من مش الحكومة للذهاب إلى المفاوضات، لكن المفاوضات لتشكيل حكومة. لتشكيل حكومة. فبالتالي كيف أنت بدك تشكل حكومة وما حدا حيعترف لك فيها؟ لأنه جنيف مقرر بأنه بتطلع منه حكومة. يعني بحاصل المفاوضات في جنيف الاتفاق هيك على حكومة مشتركة. تماما. فبالتالي إذا العالم كله متجه نحو حكومة ائتلافية، كيف بدهم يعترفوا لك بحكومة منفصلة؟ نعم. وإذا ما شكلت حكومتك المنفصلة صرت مضحكة، لأنه صار لك 4 أشهر مسمي رئيس حكومة وبتقول بكرة وبعد بكرة راح شكل حكومة. نعم. طب شو فرصة فعلا حدوث مباحثات جنيف رغم كل الاختلافات؟ يعني من المعروف بأنه المعارضة يعني اشترطت بموضوع جنيف مع كل الدول التي تدعمها، اشترطت موضوع الرئيس، اشترطت الحديث عن موضوع صلاحيات الرئيس، اشترطت موضوع الحديث حتى عن صلاحيات الرئيس بالنسبة لقيادة القوات المسلحة. ما هي فرصة فعلا عقد مباحثات حقيقية ونسبة نجاحها؟ يعني حتى أمريكا قالت بأنها لا تتفائل بأن هناك نسبة نجاح لهذه المباحثات. خلينا نتفق على التالي. فضل. أولا، لا خيار أمام الأمريكي بديل عن جنيف. لو عنده خيارات بديلة أصلا ما إجا على جنيف. فاينانشال تايمز تحدثت نفس كلامك. نعم. بأنه هو هذا الاجتماع يخدم واشنطن أكثر من سوريا، ما عندهم ولا بديل تاني الأمريكان للنزول عن الشجرة. طب كيف رح تنجح فيه؟ خليني أقول وحدي وحدي. إذا الأمريكي ما عنده بديل عن جنيف، لا قادر يعمل تدخل عسكري، ولا قادر يراهن على حرب إسرائيلية، ولا قادر يراهن على المسلحين، ولا قادر يراهن على التركي، ولا قادر يراهن على الحدود مع الأردن أو لبنان، وشيئا فشيئا الزمن ينفد من بين يديه. صحيح. باتجاهين، باتجاه تقدم الجيش من جهة، وباتجاه اقتراب موعد نهاية العام حيث عليه أن يتفرغ للانسحاب من أفغانستان وترتيبات أفغانستان. فإذا الأمريكي خياره الوحيد أن يرمي بثقله لإنجاح جنيف. شو يعني إنجاح جنيف؟ إنجاح جنيف يعني تجميع أكبر كتلة من المعارضة بوج النظام. مش معنى وجنا، لانتزاع أكبر كمية تنازلات وللحفاظ على أكبر قدرة ميدانية وسياسية وعسكرية. كيف هذا الشيء بده يتم؟ بإعطائها الوعود بأن جنيف هو استمرار في السياسة للحرب بذات الأهداف، أنه نحن معكم، ما بدنا يبقى الرئيس، ما بنقبل يبقى، ما بنشوف حل معه. هاي قبل الذهاب إلى جنيف سنرى تصعيدا أمريكيا في الخطاب لجمع أكبر شريحة من المعارضة على جنيف. طيب عسكر ومدنيين، لأن الروس بكرة منذكر بعض حاطين مع الأمريكان امتحان للمجموعات المسلحة، المجموعات المعارضة، أنه نحن في ضفة بالاشتباك اسمها الدولة السورية. طيب هاي بكبسة زر بتعلن وقف إطلاق نار وبتمون. صحيح. جيشة ومناصريه يا ستي. بالمقابل اللي جاي على جنيف، ما الأولوية هي لوقف العنف، والعالم قايم قيامته من أجل وقف العنف. صحيح. وبالتالي وقف القتل ووقف الدم، وشو هو؟ هو إطلاق، وقف إطلاق النار. صحيح. طيب هل بده يجي ويأخذ مقعد بجنيف؟ بدنا نسأله أنت كم مسلح عندك ووين هني ووين المنطقة اللي إذا أعلنت وقف إطلاق نار فيها بتمون عليا. طيب هذا واحد. اثنين، وهو كلهم بيسقطوا بالامتحان يعني. صحيح صحيح. السؤال الثاني، طيب إذا كان العنف في سوريا قبلناه نوعين، نوع عنف سوري سوري هو من تداعيات الأزمة السياسية، ونوع عنف على كل السوريين دولة وشعبا هو عنف الإرهاب. جنيف هو
لوقف العنف السوري المستنتج من الأزمة السياسية من أجل التعاون والتفرغ لمقاتلة الإرهاب. نعم. مين منكم يا معارضة بيجرؤ أنه يقول هذه المعادلة؟ يعني يقول أنا جاي لأتفاهم مع النظام على حل سياسي، لن قاتل الإرهاب معا، لن قاتل سوى الإرهاب اللي بتمثله جبهة النصرة. مين منكم بيسترجي يقول هالكلام؟ اللي لا قادر يقول عنده مقاتلين صحيح. إذا اتفقنا على وقف إطلاق نار هو بيمون المنطقة الفلانية، واللي ما قادر يقول أنه هدف هذا الحوار هو إنتاج صيغة ائتلافية وطنية بين الطرفين السوريين لمقاتلة عدو سوريا المشترك وعدو العالم معها الذي يمثله الإرهاب، شو جاي يعمل بجنيف؟ إذا في كتير مطبات قدام جنيف، ما جنيف يعني مسحة سحرية رح لا، التفاوض الحقيقي ليس في جنيف، لأن الأطراف الحاضرة على ضفة المعارضة لا تمثل قرار. امتى؟ بالانتخابات 2014؟ لا، التفاوض الحقيقي عم اقول هو في الشأن الإقليمي مش في الشأن الداخلي السوري. يعني الأمريكي ما بده، ما كتير بيعني له، ما كتير بهمه، بالعكس إذا بدك الأمريكي بيعتبر أنه دولة سورية قوية يمكن التوصل معها إلى التزامات وأن تضمن التزاماتها. لذلك أنه فكرك الأمريكي ما بده الرئيس بشار الأسد، الأمريكي لو قدر يستبدله بنظام مع إسرائيل إيه، بس أنه بده يعمل تسوية بسوريا وبده نظام تقدر القاعدة تنخره من جوا، لا. أنا رأيي الأمريكي واصل لقناعة أنه طالما لم يعد ممكنا الرهان على بناء نظام تابع لأمريكا فإن النظام بذاته بقدراته بمحورية ارتباطه بالرئيس الأسد هو الجهة التي يجب الوصول إلى تفاهم معها. تفاهم عم يتعثر، صحيح، عم يتعثر على نقطة اسمها أمن إسرائيل مش عشي تاني. طيب. وكل ما بيطوقوه من ميل عم يفتح ميل ثغرة من محل آخر، وبالتالي هذا الكباش مستمر. هذا الكباش دخل عليه السيد اليوم. وبالتالي نحن قدام مشهد الحرب معطلة، عناصر الردع عم ترتفع عنا، وأنا بقولك أنا إذا بدي روح بتحليلي وهذا قد يستمر جنيف سنتين وما نوصل لاتفاق، بس يصير تبريد للحملة الدولية على سوريا، هذا اللي أنا بعتبره نهاية الحرب. طيب رح نحكي أكثر ونفصل بهالموضوع، ناخذ استراحة فاصل، بعرف تعبناك من أول ما بلشنا. لا ولا يهمك، بالعكس. فاصل ومن ثم نعاود حوارنا مع الأستاذ ناصر. مثل ما حكينا سنة 2000 ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات. الوطنية اللبنانية البطلة بدمها وتضحيات أبنائها ملحمة خالدة في حياة الأمة، وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر. مع كل قطرة عرق، مع كل قطرة دم، مع كل صاروخ يدمر دبابة، ومع كل جندي إسرائيلي يهزم في أرض لبنان، فنحن نعتبر بأن هناك وسام يعلق على صدر كل مواطن عربي. إذا كانت الحكم مع المقاومة تهمة وعاء، فهي بالنسبة للشعب السوري شرف وفخار. توجيه الشكر لسويرية الأسد، السويرية حافظ الأسد، السويرية بشار الأسد، سوريا الشعب الأبي الصامت، لسوريا
الجيش العربي المقاوم الذي كان معنا وما زال في كل سنوات الدفاع والمقاومة، أن هذه الساحة التي تجمعنا أو تلك الساحة التي تجمعكم في ساحة الشهداء دمرتها إسرائيل ودمرتها الحروب الداخلية ووحدتها وحفظتها وعمنتها سوريا بدماء ضباطها وجنودها. بيروت دمرها شارون وحماها حافظ الأسد. ونحن شعب لا ينكر الجميل، وسنبقى كما كنا ندعم المقاومة ضد العدو الأوحد. فالمقاومة نهج لا أشخاص، فكر وممارسة لا تنازلات، واقتناص للفرص. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في هذا الحوار، وأذكر أيضا بضيفي وأرحب به مرة أخرى الأستاذ ناصر قنديل رئيس شبكة توب نيوز الإعلامية. أهلا وسهلا فيك أستاذ ناصر. طبعا بدأنا حديثنا عن الاحتفال بعيد المقاومة، تحدثنا عن كلمة السيد حسن نصر الله، ووصلنا إلى الحديث أيضا تحدثنا نوعا ما عن الوضع في القصير ووضع الجيش السوري هناك. الآن نتحدث عن موضوع جنيف وما هي الصعوبات التي ممكن أن تعيق هذا الاجتماع. طبعا رح نرجع نكمل رأيك، سيعقد هذا الاجتماع وماذا يمكن أن ينتج عنه. هناك رأي البعض يعتقد بأنه خصوم سوريا أو خصوم السيد الرئيس يريدون أن يصلوا من خلال السياسة عبر هذا الاجتماع إلى ما عجزوا عنه بالقوة. يعني هذا بدأت حضرتك بالكلام عنه، أعطيني فكرة. أنا رأيي يعني أنه ما حدا هون في يلعب بذكاء الآخر، أنه الأمريكي مش عم يلعب مع حدا ساذج في السياسة، وانه بيقدر يمرق ويتزاكى وبيقدر ياخذ بالسياسي الواحد ما لم ياخذه بالقوه لما بيكون عنده فائض قوه لم يستخدمه. هذا يعني، لكن حصلت تجارب سابقه، نجحت المقاومه في بعض الحروب ومن ثم اخذت اسرائيل بعض المكاسب السياسيه مثل غزه مثلا. لان اسرائيل لم تستخدم فائض القوه الذي لم يكن الذي كان عندها. نعم. يعني اليوم الامريكي هل لديه خيار قوه لم يستخدمه ويهدد باستخدامه فيأخذ بالسياسة ما لم يأخذه في المواجهة؟ أنا رأيي لا. لذلك أنا رأيي هون القول بأنه يحاول تذاكي ما بحل المشكل. لأنه قال له صاحي لك، قال له واعي لك، يعني بالتالي هو يواجه قيادي على درجة عالية من الوعي والإدراك والتنبه لكل التفاصيل، وهذه مصائر أوطان وأمم. صحيح. مش مزح يعني أنه القضية بكلمة بالزايد والتفاف على حرف هذا جناف من حزيران الماضي لهلا أو من تموز الماضي لهلا، وبعده بدور محله لأنه صار في تذاكي أمريكي على استعمال الكلمات. صحيح. أنه حكومة كاملة الصلاحيات بالضبط. تعني أنه بدون الرئيس الأسد، طيب هي تعطلوا ما طلع منه شيء. واضطروا الأمريكان يرجعوا للتفسير الروسي اللي بيقول ينعقد جنيف والرئيس الأسد، شرط التفاوض كان أنه بده يتنحى الرئيس الأسد. صحيح. هلأ صار أنه طيب اسمحوا لنا أنه نتأمل بأنه نتيجة العملية السياسية كلها مش التفاوض أنه الرئيس الأسد ما يكون موجود بالسلطة. فبيقول له لافروف لكيري أنه بالديمقراطيات عادة طريق التنحي هو صناديق الاقتراع، بالديكتاتوريات هو المنع. انتوا عم تطلبوا منع. انا رأيي الامريكي مقتنع ويعني ماشي بالانخراط التفاوضي مع الدولة في سوريا على امرين. بالامرين هو بده ياخد، كيف بدك تاخد؟ يعني هو بده حصة في السلطة الداخلية في سوريا للمجموعة التي راهنت عليه ووضعت مصيرها بين يديه من أجل أن يحفظ ماء وجهه ويقول أنه
حمى من راهنوا عليه وأنه دعم معارضة وهي هي صارت جزء من تسوية ومن حل سياسي، وبدوا معها أنه النظام في سوريا يكمل الحرب على القاعدة اللي هي مش بس حربه لحاله، هي حرب العالم كله، وبدوا معها أنه النظام يتنازل في الموضوع الفلسطيني. طيب هو ثلاثة ما رح فيك تاخدهم بالضبط. وبالتالي إذن، لكن المبدأ أنه حسم مسألة أنه لم يعد قادرا على خوض الحرب، وبالتالي فات بالسياسي. هلأ الأمريكي طريقته بالدخول في السياسي هي نبدأ المعركة ثم نرى، أنه منفوت ومنشوف ومنجرب ومنحاول. واضح أنه المرحلة الأولى في العقل الأمريكي هي التصعيد الكلامي لجلب أوسع طيف من المعارضة على جناف، بيعتبر حاله نجح، أنه إذا جاب اللي بيمونوا على 25% من القتال فهو بيكون نجح، لأنه أكثر من هيك بصيروا قاعدة، 75% مش عنده مع القاعدة. فهل قادر يجيب 25% إذا رفع وعودهم، وعدهم ووعدهم ووعدهم وعلى الدوز وحكى كلام كبير وخلى السعودي يحكي والتركي يحكي، وده عم بيخوض هالاتجاه ليوصل إلى هذا المكان. طيب فاتوا على جنيف. بجنيف النقاش بده يدور على الشؤون الداخلية في سوريا، والأمريكي بده يناقش بمستقبل أمن إسرائيل. أنا رأيي لأنه ما حيقدر ياخد بمستقبل أمن إسرائيل، جنيف ما حينجح. يعني رح نبقى جنيف شغال عم يبرد الأجواء، القاعدة عم تصعد، الجيش عم يبطش ويحسم ويوسع دائرته بالجغرافيا. الحسم العسكري هو الطريق الأقصر للحل السياسي في سوريا. كل ما بين أنه عم تقرب حالة السقوط النهائية للجغرافيا من يد هذا الورم السرطاني، كل ما لقيتي الأمريكان وجهاتهم السياسية اللي بالمعارضة أكثر استعدادا لرمي الأوراق وللتخلي عن ما يسمونه الآن مبادئ وثوابت ولا تراجع عنها، والسلم للنزول جاهز. يعني هن اليوم شو عم بيقولوا؟ أنه نحن بدنا ضمانات، ونحن ونحن ونحن. طيب عاد وصلنا على اختلفنا والحوار واختلفنا، شو منعمل؟ يا منفرط ومنرجع منتقاتل، طيب نحن جايين من القتال، يا منكتشف طريقة. والروس والأمريكان مناقشينها، مش انه هون عم نحكي عن شيء انا ما قريتها بتشرين وبالثورة، انا قريتها بالشرق الاوسط اللي هي خطة السلام الامريكية التي تم التفاهم عليها مع الروس، اللي بتقول امرين: الامر الاول وقف اطلاق نار مع مراقبين من الامم المتحدة. بالضبط. طيب المراقبين بدنا يقولوا مين اللي مش عم يلتزم، وبدنا يقولوا انه القاعدة هالمرة، وبدنا يقولوا انه في ارهاب. والتانية هي انتخابات لما يشبه جمعية تأسيسية أو مجلس شيوخ أو اللي بدك إياه، بحسب نسب التوزع للأصوات فيه تحسم قضايا الخلاف. يعني اللي معه 51 50 زائد 1 رأيه بفوز، يبقى الرئيس أو لا يبقى. اللي معه 50 زائد 1 رأيه اللي بفوز. منعدل الدستور باتجاه جمهوري برلماني ديمقراطي أو مختلط برلماني رئاسي. طيب إذا الأمريكي عم بيقول لك الرئيس معه 75%، يعني مش عارف؟ عارف، يعني عارف، لكن هذا هو المخرج. نعم. هون أنا برأيي سيستمر جنيف على إيقاع أمرين: الأول تنامي وتصاعد قدرة الجيش على الحسم، ورح يكون عنصر مساعد جنيف لأنه حيبرد مناخات. اثنين، تنامي وتصاعد وتيرة التوتر على جبهة الجولان. لأنه أنا يمكن البعض يتفاجأوا بتوقعي، أنا برأيي 2015 يمكن ما بتحمل إسرائيل لل 2015 تكون من سحبة من الجولان على طريق جنوب لبنان دون مفاوضات. يعني بده يصير اشتباك برأيك؟ بده يصير عمليات مقاومة، بده تتنقلها بالمعنى العميق العميق، ضربة إسرائيلية مش وارد. لكن يعني تسخن جبهة الجولان، سنشهد عمليات تسلل، سنشهد ضربات لبعض المواقع الإسرائيلية، ردود إسرائيلية مقابلة، حتوصل إسرائيل لحساب، سينخرط أبناء الجولان في هذه المقاومة، ستضعف القبضة الإسرائيلية على خطوط التواصل بين داخل الجولان وخارجه، رح يوصل لوضع شبيه باللي كان فيه بجنوب لبنان، أنه كلفة الاحتفاظ بالجولان أعلى من العائدات. وبالتالي أنا أمام المجتمع الدولي بحط سوريا بدائرة الإحراج لما بعلن الانسحاب من طرف واحد من الجولان، لأنه الدخول بتسوية
دفتر الشروط السوري للتسوية يشمل فلسطين. بالضبط. أنا بدي أسألك أنه إذا فرضا حصلت هاي القصة شو رح تعمل سوريا؟ لأنه سوريا ما رح تخلع فلسطين. بتقول لهم شكرا، هذه أرضنا وأخذناها ونستمر، ونحن شريك في أي حل القضية الفلسطينية، مثل ما عمل السيد حسن لما استرجع الجنوب. أنه أنا ما طلعت برات الصراع، أنا مستمر في انخراطي بالصراع، أنا ما دفعت حق الجنوب لاستردوا جزء من السلام مع إسرائيل، ولا من الترتيبات الأمنية مع إسرائيل، ولا الترتيبات المائية مع إسرائيل. كل شبر يتحرر دون قيد أو شرط هو إنجاز من إنجازات المقاومة، وهو حقي تماما. فبالتالي احتمال كبير أنه الأمريكي يعتبر انعقاد جنيف هو الإنجاز، ومش قادر أنه يوصل لشيء يحصل عليه من سوريا، ولا بالمقابل قادر يجيب المعارضة على محل ما بدها الدولة السورية، وإسرائيل على المكان اللي هو بيشوف فيه الحل الإجمالي. فبصير إدارة الصراع من خلال هالعنوان اللي اسمه جنيف إلى أن تنضج الحلول الأكبر، بمعنى الإسرائيلي ما يعود قادر يتحمل، يطلع من الجولان، الجيش السوري يصير مسيطر على 80-85% من الأراضي في سوريا، وبالتالي المعارضة الديكور السياسي تروح تمضي تعجل تقول يلا خلينا نوصل. لكن كيري قال بأنه إذا لم يكن الأسد مستعدا للتفاوض على حل سلمي ستبحث أمريكا ودول أخرى استمرار زيادة الدعم لمعارضيه، يعني هذا في حال فشل اجتماع جنيف. لا هذا كتير حلو العنوان، أنه إذا كان الأسد مش مستعد للتفاوض على حل سلمي. طيب ما الأسد صار له سنتين بيقول ايدي ممدوده لحل سلمي، انتوا اللي كنتوا كانوا المسلحين عجيني سلموا سلاح، طلعتوا تقولوا له اوعى تسلموا سلاح. صحيح. فبالتالي مين اللي اجى لعند الثاني؟ الحل السلمي والسياسي هو المشروع الاصيل للرئيس بشار الاسد، والحل القائم على العنف هو المشروع الاصيل للولايات المتحده الامريكيه وجماعتها بالمنطقه. وبالتالي اللي عم بيقول هذا الكلام هو تحصيل الحاصل. يعني هو عارف سلفا الجواب نعم. فبالتالي إذا لم يتنحى الرئيس الأسد لدينا بدائل يسترجي أولى. لو قالها ما راع على موسكو. شفتي كيف واقف بموسكو أنت؟ هو عم يحكي على موضوع الرئيس الأسد، حتى نبيل العربي تاني يوم قال طبعا يعني الاتفاق الروسي الأمريكي أنه الشعب السوري يقرر مستقبل رئيسه، ده شيء طبيعي أن الشعب هو اللي يقرر. ليش كانت فايتتك هاي يا نبيل يا عربي يا بلا نبل يا بلا عروبة؟ كيف اكتشفتها؟ بس الامريكي اكتشفها؟ الحقيقة هيك. طيب التنين في لقاء كيري لافروف بباريس بدهم يحددوا مين من الدول الاقليمية بده يحضر. سوريا معترضة على مشاركة الجامعة العربية. مش قبلاني. معترضة على وجود قطر. بالضبط. الدول اللي عندها مشكلة مع سوريا ليش بتقبل سوريا الدول الاعضاء؟ وفي دول معترضة على وجود ايران. هلا ما تثبت حضور ايران. الدول التي ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن مع الأمم المتحدة كافي. هاي وجهة نظر سوريا، إنه لشو السعودية ولشو قطر ولشو تركيا ولشو هول، جيبوهن أنتوا تفاوضوا معهم لإغلاق الحدود ووقف التمويل ووقف التحريض، وتفرضوا رقابة على الإعلام لأنه هو جزء من آلات القتل. بتكون وقف عنف، بتكون تقعدوا مراقب بالجزيرة ومراقب بالعربية. طب هاي شروط سوريا ممكن يتحقق شيء ولو جزء منها فعلا قبل الاجتماع؟ لا، هاي صراع سياسي على ماهية الحل. نعم. هني بدنوا يحطوا العنوان اللي بينالوا فيه من الدولة ومن مكانتها ومن رئيسها. بالضبط. ونحن بدنا نحط الشروط التي نرى فيها آلية الوصول إلى حل سياسي. هني رح يجي يقولوا طيب حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، خليه يبقى الرئيس بس يفوضها صلاحياته. طيب وفقا لأي دستور؟ تعدلوا. طيب تعلن تفاوض على تعديل دستور. تعديل دستور ما له آليات كمان، بدون عرض على استفتاء. هل هناك ظروف؟ إذا فينا نعمل استفتاء بلا ما نستفتي على الدستور، نعمل انتخابات فورا. هون هذا النقاش بده يصير. بس بحاصل هذا النقاش هن يطولوا الجيش نكمل. كل ما عجلوا بالقبول بحلول منطقية ومقبولة ومعقولة لصالحهم طبعا، هني ومعلمينهم، يعني هني والأمريكان وغير الأمريكان. كل ما تأخروا، كل ما أوراقهم اللي مراهين عليها، لأنه الغطاء هني ما بمونوا على المسلحين، بس هني بيساهموا. يعني شو الفكرة؟ أنه الأمريكاني عم بيقول، وهذه معه حق فيها، أنه حكومة ائتلافية فيها جزء من المعارضة المعترف به من العرب
والأتراك والأوروبيين والأمريكيين مع غطاء شرعي دولي لهذه الحكومة، عندما تشتبك مع القاعدة يصبح اشتباكها أقل كلفة معنويا وإعلاميا وسياسيا وماديا وبشريا. فبالتالي سوريا لها مصلحة بهذا؟ نعم لها مصلحة. نعم. بس بتدفع حقه من ثوابتها؟ لا ما بتدفع حقه من ثوابتها. نعم. نعم. هون انه نحن الاعتراف بشرعية معركة الدولة السورية مع الإرهاب ومنحها الغطاء الدولي والإقليمي ووقف الحملات الإعلامية والعقوبات التي استهدفتها، هول أوراق بيدنا مع حكومة ائتلافية منعطيها. ليش عم بينيشنوا هني على الجيش؟ بالضبط. كرمال إسرائيل. صحيح. مش كرمال شيء تاني. أنه هاي حكومة لازم الرئيس يعطيها، ما بدنا نناقش إذا لازم أو مش لازم، ممكن دستوريا ما بصير. وبالتالي أنتوا عم تطلبوا حل الدستور، تعليقه، حل الدولة السورية. يعني في إشكاليات أبسط نقاش منطقي لإلها بيسقطها وبيفككها. صحيح. إنه بدك تعمل حل سياسي، ألف باء الحل السياسي كما تقول جناب وقف العنف. صحيح. طيب عال إذا بمنطق الأمريكان المافياوي هي كان ديليفر في سلم، مش هيك؟ طيب هاي الدولة بشخص ممثلها مين ما كان يكون كان ديليفر. إذا قالت وقف إطلاق نار هلأ، نحن وقاعدين بجنيف اتفقنا الساعة 12 بالليل هلأ تنتين الصبح وقف إطلاق نار، الرئيس الأسد بس بيصدر إشارة على الأجهزة. صحيح. للعمليات بكل سوريا بيوقف إطلاق النار من طرف الجيش وأنصار الدولة. من على الضفة الأخرى؟ تعطيني أنت وين عندك وقديش عندك وشو حدود ماونتك. هون المنطق تاع الدولة السورية هو الأقوى. وليس من الفراغ أنه المبادرة السياسية اللي تقدمت للحل الوحيدة اللي إلى صفة مبادرة بالمعنى المتكامل لمراحل لتدرج ما عندهم غيرها. صحيح. انه اول مرحله تعوا نعمل ميثاق وطني. شو الميثاق الوطني؟ القواعد الصراع، القواعد انه نحن نريد دوله مدنيه ما فيها تمييز على اساس ديني وطائفي، نحن عدائنا مع اسرائيل منطلق مش بس من حقنا بالجولان، منطلق ايضا من ايماننا بالقضيه الفلسطينيه، نحن 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 هاي الميثاق، نحن بنحل قضايانا بالحوار وعندما لا نصل الى حل بالحوار نذهب الى صناديق الاقتراع. هذا فينا نعمله كمتحاورين، منه بننشئ حكومه، الحكومه تشرف على انتخابات، منوضع دستور نعمل عليه استفتاء، عد دستور جديد بنعمل انتخابات. هاي أطروحة الرئيس الأسد، بس أول خطوة فيها وقف إطلاق نار. صحيح. طيب من يملك القدرة على وقف إطلاق النار؟ في حل من اثنين، إذا اللي راحين على جنيف قادرين يعملوا وقف إطلاق نار بكل سوريا معناتها رحنا فورا على تسوية وتعوا نتقاسم سلطة من خلال صناديق الاقتراع طالما أنه نحن وياكم ما في إرهاب بيناتنا. لكن انتم بتعرفوا ونحن بنعرف والعالم كله صار بيعرف انه 75% من الكتله المسلحه هي بيد القاعده. صحيح. السؤال كيف بدها توقف؟ ما في الا الجيش يقاتلها. هل تجرؤون على ان تعلنوا يا معارضي اسطنبول والدوحه انكم تقفون وراء الجيش ومع الجيش في قتاله للارهاب مقابل ان تشاركوا بحكومه؟ شرفوا. فإذا تبدأ جنيف لكن تعتقد بأنها ستستمر طويلا؟ نعم. ولن تنجح كل البنود؟ لا ما فيناش أجزم تستمر طويلا لأنه يمكن الجيش يحسم سريعا. فبالتالي هي ستستمر على إيقاع تطور عاملين هما سرعة قدرة الجيش على الحسم العسكري في الميدان وسرعة تطور وتسارع جبهة الجولان. نعم. اليوم سمحت السيد ختم كلامه بالحديث عن موضوع تحسين المقاومة وتحدث أيضا عن تحمل كل التبعات المتوقفة على مسؤولية الاستمرار بهذا الموقف الذي قال بأنه حزب الله هذا موقفه ولن يستطيع أن يكون إلا في هذا المكان. هذا كمان نحن بدنا نختم كلامنا بهذا الموضوع. نعم. عشان تعليقك. سمحت السيد في الحقيقة يدرك يعني أنه هذا الخيار مثل ما قلت أنا اللي أعلنوا اليوم في كمية عالية من الشجاعة الاستثنائية في الحقيقة أدبيا وأخلاقيا وسياسيا وعمليا. والمقاومة ستكون عرضة لحملات إعلامية ولحملات سياسية ولحملات تخوين وتشكيك. صحيح. وافتئات ومنها من اللي قال لهم أنه هذا لائحة الإرهاب نقعوها وشربوا ميتها هي ثمرة هذا الموقف في الحقيقة. ما إلا يعني ما في مبرر إجرائي لإلها، ما حدث. صحيح. شيء بين حزب الله وأوروبا يبرر لأوروبا أن تضع حزب الله على لائحة الإرهاب. حتى حملة أوباما على حزب الله لما إجى على المنطقة وما بعد ما إلى علاقة بشيء أمريكي حزب الله، إلى علاقة بأن إسرائيل تشعر بأن حزب الله يجب أن يكون تحت ابتزاز. صحيح. معنوي وسياسي وضغط لمنعه من تقديم فائض قوته في المعركة التي تخوضها إسرائيل بالواسطة والأصالة ضد سوريا. نعم.
حسم هذا الخيار بيعرف السيد أنه سيرتب عقوبات مالية على متمولين، سيرتب ملاحقة يمكن لبعض الموجودين ببيئة المقاومة ويعملون في دول الخليج في دول أفريقيا، وفي سوابق الحقيقة من هذا النوع غير الإعلامي غير التخويني غير التشكيكي، ويقول نحن مستعدون مش من فراغ. يعني هذا يعني أنه قد استعد، هذا يعني أن الوقت الذي مضى ولم يعلن فيه هذا الموقف كان وقت أخذ الاحتياطات اللازمة لتلقي مثل هذه التداعيات والتبعات والتحسب لها، بما فيها يمكن مخاطر العبث الأمني الداخلي في لبنان، بما فيها يمكن 7 أيار تانية إذا اقتضت الضرورة. ما بعرف، يعني أنا عم بحكي فرضيات، لأنه شو ممكن يعملوا، شو ممكن يلعبوا، شو ممكن يتخابثوا، شو ممكن يتذاكوا. نحن بنعرف أنه في عنا عقل في هذه المقاومة جاهز لكل الاحتمالات، يدرس كل الفرضيات، ولما بيطلع قائد المقاومة بيقول نحن نعرف التبعات المترتبة على قرارنا وقد أعددنا لها أو جاهزون لها أو مستعدون لها، هذا تعودنا بأنه بيعني أنه كل الفرضيات نوقشت وأعد لكل سيناريو، سيناريو مقابل، ولذلك هو ختم كما وعدتكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر مجددا. ليس هذا من قبيل زرع التفاؤل، بل هو وعد يقيني تعلمناه في مسيرة المقاومة وقائدها. شكرا لك الأستاذ ناصر قندير رئيس شبكة توب نيوز الإعلامية. شكرا لحضوركم مشاهدينا لهذا الحوار، كنا معكم، وأختم حواري طبعا بتحية لكل مقاوم ولكل مناضل في سوريا في لبنان في الوطن العربي، أكيد تحية للجيش العربي السوري والرحمة على شهداء سوريا. شكرا للمتابعة مشاهدينا. مرحلة جديدة اسمها تحصين المقاومة وحماية ظهرها، وتحصين لبنان وحماية ظهره، وهذه مسؤولية الجميع. وهذه المعركة كما كل المعارك السابقة نحن أهلها، نحن رجالها، نحن صناع انتصاراتها إن شاء الله. كما قلت لكم في الأيام الأولى من حرب تموز 2006، أيها الناس الشرفاء، أيها المجاهدون، أيها الأبطال، كما كنت أعدكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر مجددا.